الأهلي يقصو على مازيمبي بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهاية إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز لم يتحقق من قبل في أي بطولة إفريقية سوى إنجاز ريال مدريد سنة 1956 لحد 1960. ليبقى الأهلي وريال مدريد بس هم اللي حققوا هذا الإنجاز الرائع. ألف مبروك كابتن شريف. الحمد لله رب العالمين. بجد مبروك مبروك لجماهير النادي الاهلي. حاجه تفرح الجماهير لينا كلنا والمؤسسه كلها. ومبروك مجلس اداره وكابتن محمود والحقيقه الاجهزه الفنيه وكل حاجه. مبروك للجماهير العظيمه اللي احنا شفناها النهارده دي. يعني انا لما دخل الجون فينا اللي هو الهاندبول ده فكلمت نفسي وكلمت الدنيا، يعني معقوله النادي هتروح زعلانه؟ يعني عندنا مهمه نجيب جولين، نقدر نجيب جول واثنين وثلاثه، ولكن ظروفك وظروف الاصابات والغيابات والتشكيلات اللي انت بتلعب بيها في اول المباريات اللي بتجبرك كل الغيابات دي عليها. ناس راجعه تتفرج على امام عاشور النهارده راجع من اصابه يعني مش سهله، هو والشناوي وكل الحاجات اللي بتحصل، المعوقات اللي بتحصل دي. ما زال النادي الاهلي بيقول كلمته داخل افريقيا وخارج افريقيا. عارف معنى ايه النهارده ان انت بتوصل خامس مره على التوالي دي؟ انت قلت 1956 ريال مدريد. ريال مدريد بس اللي حقق كده في اي بطوله عقاريه. بقول لك ده الاهلي بيحقق كل يوم، بيضرب ارقام نفسه يعني، بيضرب صحيح. ارقام الغير وبيضرب. ما كانش النادي الاهلي في المكانه دي كلها الحقيقه، بل هو في المكانه دي بسبب جماهيره العظيمه اللي احنا شفناها النهارده، بسبب مؤسساته وكوادره، وكل واحد موجود في النادي الاهلي عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فرحه كبيره قوي النهارده الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. القدر طبعا انقذنا من فخ كان هيحصل لنا، وفخ مشروع يعني. الحمد لله ان الكره فعلا احنا بصينا هاندبول، يعني عشان الناس تبقى مطمنه بس، ان احنا لم نجامل ولم نجامل في افريقيا على فكره، ولم نجامل قبل كده، يعني محدش جاملنا قبل كده. صحيح. اذا كان الفار شاف اللعبه وكده، في حاجه تضاف للتحكيم الافريقي اسمها ايه البنت؟ ماريا. ظلمتنا مرتين ماريا دي قبل كده. ماريا ظلمتنا ماتش اتحاد العاصمه وسان داونز في البينالتي بتاع بيرسي تاب. الحمد لله يعني. بس ماريا احنا جبنا ثلاثه يعني، خليها 3-1 مش مشكله. بس لا يعني الف مبروك الحقيقه. مش عارف اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بدون تحفظات بدون اي حاجه. الحمد لله. الفوز حلو مفيش كلام، الشكل حلو، الشكل حلو والفرحه حلوه، ومن حقكم يا لعيبه تفرحوا النهارده. ولكن انا عايز اقول لكم على حاجه قبل الاستوديو. انا قلت للكباتن معايا وقلت للكابتن ايمن وقلت للاستوديو احنا هنقابل مين في صحيح. قلت لك هنقابل مين؟ هتقول قلت لي هنقابل الترجي. وفعلا فعلا هنقابل فرقه مش سهله جدا، انا اتفرجت عليها بيلعبوا كره جماعيه جدا، ولكن لو اكتمل السكواد بتاع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تكون اللعيبه بتاعتنا كلها رجعت باذن الله ووقفنا على رجلينا، هيكون لنا كلمه هناك وهنا باذن الله. مبروك. الله يبارك فيك كابتن. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي، والاهلي يضرب موعدا في النهائي مع الترجي التونسي ليكون لقاء عربي خالص. مظبوط. مبروك لجماهير النادي الاهلي، ال 50,000 المتفرج اللي كانوا في الملعب، مبروك للجماهير اللي قاعده قدام شاشات التلفزيون، مبروك للاداره، للجهاز الفني، للاعبين، لكل اللي ينتمي للنادي الاهلي. فوز كبير ونتيجه 3-0 الحمد لله. كنا متوقعينه، ولكن طبيعه الحال في كره القدم لما الماتش بينتهي او احداثه بنشوفها على الواقع بنبتدي نتكلم. لكن بعد التعادل اللي في مازيمبي كان عندنا امل كبير قوي بنسبه 80-90% ان احنا نتخطى اللقاء، يعني ما كانش عندنا شك في كده. لكن زي ما كابتن شريف قال، القلق ابتدى يخش عندنا من الكوره الهاند بول اللي جت في الدقيقه 57 والحكم رجع للفار واتلغى الهدف. بعد كده لعيبه النادي الاهلي تحس ان ابتدوا يحسوا بالمسؤوليه اكتر والقلق اكتر، والجماهير ابتدت تشجع بحماس اكتر. ف
جبنا ثلاث اجوان هايلين بالذات طبعا كره وسام لما نيجي نتكلم عليها جون حلو جدا، وهزيمه لمازيمبي مستحقه في مجموع الماتشين، والنادي الاهلي افضل في مجموع الماتشين وقدر يجيب ثلاث اهداف ويفرح جماهيره، وان شاء الله كمان في النهائي اللي هو خلاص حسم مع الترجي التونسي ان شاء الله يكون البطوله في القاهره في النادي الاهلي يعني، وخاصه ان الماتش الاخير خالص اللي هو الثاني على ملعب استاد القاهره يبقى الملعب كمان في عدد اكتر من العدد اللي كان موجود النهارده، ونحتفظ بالكاس بقى للمره الكامل 13 ولا 12 12 ان شاء الله ان شاء الله المره اللي ان شاء الله باذن الله. الله مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي الحمد لله. كابتن عادل الف مبروك، لوحه جميله رسمها جمهور النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم، وتوجت بثلاثيه رائعه من لاعبي النادي الاهلي في مرمى مازيمبي. كابتن النادي الاهلي النهارده جمهوره هو رقم واحد. صحيح. شفت انت الملعب عامل ازاي؟ يحرك الحجر. دي واحد. الحاجة التانية المهمة كمان الجمهور اللي خلف الشاشات. كل جمهور الاهلي خلف الشاشات برضه. انت عندك جمهور عظيم. بيدعي كله. بيدفع بيدفع اللعيبة دفع قوي جدا. الحاجة التانية المهمة انت بتقول الخامس مرة على التوالي يا كابتن ايمن. صحيح. صح؟ انت بتتكلم في البطولة ريال مدريد امتى؟ سنة 1956 56 في ظل تطور الكرة في الوقت الحالي. احنا مش بنعمل مقارنة ولا بنقول مين احسن ولا مين، بس انا بعمل مقارنة في في المكسبين. ايوه. انت بتتكلم في عصر لسه الكرة ما اتطورتش، حتى لو كان ريال مدريد بيلعب فرق في اوروبا قوية، ولكن الكرة ما كانش حديثة. لكن في الكرة الحديثة في الوقت في ظل مؤسسات الأندية كلها، في ظل الفلوس اللي بتتصرف على جميع الأندية، كونك انك توصل خمس مرات فاينل قارة فانت قوي جدا في الايام دي. انت فاهمني؟ النادي الاهلي عنده باع في افريقيا. ممكن تكون مش موفق في مباريات فنيا شويه، لكن بتعرف تكسب. صحيح. وده المهم. الفرق الكبيره كده. بالظبط. تعرف تكسب وتكسب من اقرب واقصر الطرق. حتى لو انت مش افضل حالاتك. حتى لو انت مش افضل حالاتك، ما هو كرة القدم يا كابتن منظومه كامله متكامله. يعني انت لما تتكلم على اداره زائد اداره كوره على جمهور زي النادي الاهلي على امكانيات فرقه زي قلت لك، انا يمكن الصبر ودي مهمه جدا، الصبر على كل الاجهزه الفنيه اللي بتيجي من الاول للاخر وبتتسند السنده الكبيره اللي بيسندها لها الاداره، تخرج من المدرب افضل واحسن ما عنده. رغم ان لو في تحفظ حتى على 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 بعض المدربين، بيبقى في تحفظ اكيد، بيبقى في ناس كتير من الـ من الـ من الجمهور مش راضي عن طريقه لاي مدرب في اي نادي في الدنيا، ولكن انت بتتكلم على الحنكه والفكر بتاع النادي اللي هو يصبر على المدربين ويديهم دفع ويديهم قوه ويخليهم هم اصحاب الكلمه الاول والاخير، ولكن في الاخر انت بتتكلم على بطوله انت متمرس فيها، ولكن الماتش اللي جاي هيبقى فيه ماتش فيه صعوبه كبيره جدا. معلش يعني نفرح وكل حاجه، لكن خلاص انا من وجهه نظري انت فرحت انك وصلت للنهائي، فده مش انجاز بالنسبه لك عشان بس تبقى عارف. يعني انت وصلت قبل كده الكل منتظر منك كسبان 11 بطوله وانت منتظر ال 12. صح. كلنا منتظرين البطوله رقم 12. ليه؟ لانك قادر وتقدر تعملها، يعني انك انت تقدر تاخد البطوله رقم 12، وبالاخص ان المباراه الاولانيه خارج ملعبك والمباراه الثانيه داخل ملعبك. ولكن في الاخر انا بتكلم بقول مبروك لرجاله النادي الاهلي النهارده. بغض النظر عن اي شيء فهم. صحيح. كانوا رجاله، بغض النظر عن اخطاء كانوا كلهم رجاله، ومبروك عليهم وصولهم للفاينل. صحيح. ارقام قياسيه كتير جدا للنادي الاهلي النهارده، هنقول كل شويه هنقول رقم. المستر كولر النهارده حطم الرقم القياسي لعدد مباريات النادي الاهلي بدون هزيمه. كان الرقم السابق باسم مستر مانويل جوزيه ومستر كولر 19 مباراه متتاليه بدون هزيمه في دوري ابطال افريقيا.
النهارده المباراه رقم 20، يبقى مستر كولر النهارده حطم الرقم مستر مانويل جوزيه ورقم مستر كولر ك 19 مباراه بدون هزيمه بالوصول للمباراه رقم 20 في بطوله انديه افريقيا على التوالي بدون اي هزيمه. كابتن بلال الف مبروك، انجاز تاريخي وتاهل غالي وباقي خطوه لتحقيق رقم قياسي جديد ان شاء الله بحصولك على البطوله رقم 12 بمشيئه الله. الحمد لله يا كابتن. يعني الكوره ما بتحبش تزعل جمهور الاهلي حقيقة. صحيح. بتحب النادي الاهلي، بتحب جمهوره. جمهور رائع النهارده في الملعب صراحه، نقطه تحول رهيبه بعد طبعا الهدف اللي اتلغى. شفت اصوات الجماهير يعني تقوم الصخر زي ما بيقولوا يعني، او تخلي الصخر ينطق. صح. يعني. هي دي 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 مباراه النوك اوت يعني، ممكن ما تلعبش بكل الجمالات لكن تكسب، المهم انك تكسب. المباراه دي يعني بيغلب عليها الطابع التكتيكي اكتر من الطابع الفني. خلاص انا بلعب على ملعبي، متعادل بره 0-0، بلعب جوه ملعبي، عايز اكسب، بحاول اسجل اهداف. حلو انك بتستغل الفرص، حلو انك بتكسب على ملعبك، حلو ان انت في الاوقات المطلوب انك تحسم بتحسم فيها. الاهلي قادر ان ياخد البطوله ان شاء الله. الاهلي قادر، المباراه اللي جايه صعبه، مباراه صعبه، لكن مباراه النهارده الحقيقه يعني بتقول لنا انك ممكن تكسب. خد بالك حتى وانت مش في افضل حالاتك، تمام؟ طالما انك عايز تكسب مكسب كبير. خد بالك، اه طبعا يا كابتن، 3-0 ده نتيجه كبيره يعني طبعاً. التسجيل الهدف الاول يا كابتن ايمن وتوقيته كان مهم جدا جدا. صح. جدا جدا مهم جدا. خد بالك الهدف ده لو اتاخر شويه كان ممكن يبقى في مشكله. صحيح. كبيره للاهلي. انك تسجل هدف من ضربه ثابته ده برضو انا شايفها نقطه ايجابيه جدا لفرقه النادي الاهلي. فالنهارده الاهلي لعب للمكسب، ما لعبش للجماليه، مش محتاجينها للجماليه. خلاص انت بتلعب بالسيمي فاينل وعندك و45 دقيقه انت عايز تكسب، 90 دقيقه عايز تكسب، خلاص الامر منتهي. فالنهارده النادي الاهلي قدر يوصل بشكل جيد. مبروك عوده اللعيبه اللي كانت مصابه، وده شيء، وده كمان اهم كمان، وده مكسب كبير جدا 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 يعني يعادل مكسب مباراه النهارده الوصول للفاينل. انك اللعيبه ابتدت ترجع ليك تاني. امام عاشور النهارده ابتدى يحط رجله في الملعب. اه مش لسه مش امام عاشور، ولكن دي يعني خطوه جيده، والحمد لله انه خرج النهارده سليم، وعمل النهارده باصتين حلوين قوي، وعمل واحد اسيست حلو اتنين. تمام. مباراه استمتعنا بالاهداف اللي فيها، اهداف جميله جدا، حطت النادي الاهلي في وضعه الطبيعي، الوضع المفترض يكون فيه الفاينل. الاهلي ما ينفعش يطلع من استاد القاهره، الموضوع يبقى صعب جدا علينا احنا كلنا، وعلى جمهور النادي الاهلي، وعلى كل الكره المصريه والرياضه بشكل عام، ان الاهلي يخرج من استاد القاهره. الامر ده لن نقبله ابدا يعني، لن نقبله ابدا. الاهلي الافضل بكل المقاييس. اه في حماس عند مازيمبي وبيلعبوا وبيجروا سرعاته بيقاتلوا، وده امر طبيعي، لكن في النهايه يعني في مثل كده فرنسي بيقول لك يد الله مع الجيوش القويه يعني. والاهلي نادي قوي، نادي كبير، الانديه القويه بيبقى عندها يعني نسبة توفيق جيدة. الأندية القوية بتعرف تكسب تحت أي ظروف. صحيح. الأندية الكبيرة والقوية عندها خبرة المكسب، وإزاي تقتل الماتش، وإزاي تقتل الجيم، وإزاي تخلص على الماتش في أي توقيت. الأندية الكبيرة ما ينفعش تسيب لها مساحة إن هي تسجل أهداف، لأن لو سجلت أهداف هيطلع الماتش زي ما كده. الأهلي نادي كبير، نادي قوي، نادي الأهلي بيعرف يكسب، النادي الأهلي عارف طريق البطولات، ودي الميزه ما تلاقيش عند كل الانديه. في انديه تفضل تعافر وتعمل وتجتهد وتجري وتخبط في كل الحتت، لكن ما تعرفش تاخد بطوله حقيقي. انا بكلمك كلام حقيقي، مش يعني ما بحطش على حد يعني، عارف والله. لكن انا بقول لك في كويس سليم بلال سليم نيته صافي. فانت نادي بتعرف من اين تؤكل الكتف، بتعرف تكسب ازاي، بتعرف تجيب بطوله ازاي، عندك جولز، عندك تارجت، عندك اهداف بتشتغل عليها وبتعرف توصل لها. ممكن توصل لها وانت جامد قوي، وبرضه بتعرف توصل لها وانت في حاله متوسطه، وبتعرف برضه توصل وانت في حاله اقل. 5 سنين متواصله الاهلي في الفاينل بيكسب بينهم 3، وان شاء الله دي تكون الرابعه باذن الله، ويبقى رقم قياسي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن استعداد المفروض يبقى اقوى من كده بكتير طبعا. المباراتين اللي جايين مباراتين صعبين جدا. النهارده الترجي بيكسب في ملعبه وبيكسب خارج ملعبه، فده فرقه مرشحه. خد بالك الترجي من فرقه هتخرج من البطوله بالظبط،
خد بالك الفرقه بتلعب فاينل، فده معناه ايه؟ ان هي استعدت بشكل كويس. خد بالك الاهلي البطوله اللي فاتت كان كده لو تفتكر معايا، الاهلي البطوله اللي فاتت البطوله اللي هي ماتش الهلال مظبوط، احنا فرقه بتخرج بره وفرقه بتاخد البطوله، فده معناه ايه؟ انك لما لما الفرقه الكبيره بتديها يعني بتاخد مساحتها ووقتها، لا ما حدش هيقدر يقف قصادها. فالاهلي فرقه كبيره، فرقه بتعرف تاخد بطوله كويس ان شاء الله باذن الله تعالى. المباراتين اللي جايين مباراه بره ملعبنا، التاكتكس هتبقى مختلفه جدا، مش هتفرق معانا الاداء على الاطلاق قد ما يفرق معانا انك بتلعب جيم تاكتيك رائع جدا. يعني لازم مستر كولر يذاكر كويس قوي، اللعيبه كمان لازم تذاكر كويس جدا جدا جدا. المباراه يا كابتن زي ما خلصنا في مازيمبي وطلعنا بنتيجه ايجابيه، لازم ان شاء الله باذن الله تعالى نخلص في الترجي ونطلع بنتيجه ايجابيه بمواصله ارقام قياسيه. نادي الاهلي بيصل للنهائي ال17 في تاريخ مشاركاته الإفريقية، 17 مرة النادي الأهلي وصل للنهائي بعد المباراة دي، أخذ اللقب 11 مرة، أرقام قياسية النادي الأهلي بيحطمها. يعني هي الأرقام دي باسم النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيحطم أرقامه القياسية، وإن شاء الله زي ما قلنا تبقى المرة الـ 12 وتحطيم الرقم القياسي باسم النادي الأهلي اللي هو 11 لقب إفريقي. هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي. تعليمات كل التحيه والتقدير للكابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه فوز عظيم وانجاز تاريخي كالعاده، ارقام قياسيه في انتظار النادي الاهلي، مجهود كبير جدا سواء تحضير للمباراه، اصرار اللاعبين، جمهور، كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن خالد انا ببارك لك الحقيقه، الكل اجتهد بشكل كبير سواء الجانب الاداري، الجانب الفني، اللاعبين، جمهور النادي الاهلي، يوم عظيم النهارده يحسب في سجلات النادي الاهلي بالاداء والتاريخ المميز جدا والاصرار اللي شفناه. مبروك النهارده الفوز، بيمثل ايه الكابتن خالد بيبو؟ بيمثل للنادي الاهلي. مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه. المكسب كان مهم جدا، الحمد لله احنا خدنا ورث كبير وبنحاول نحافظ عليه وبنحاول نكبره، ودي حاجه تحسب لجمهور النادي الاهلي انه دايما بيساند الناس ودايما في ظهرنا، والحمد لله النهارده مكسب كان كويس. المباراه طبعا صعبه، احنا عارفين ان المباراه هتبقى صعبه، قسم قوي وقسم عنيد، انما الحمد لله احنا كنا مركزين والمباراه اتقسمت بشكل كويس وقدرنا ان احنا نحرز ثلاث اهداف ونوصل للنهائي. لكل مجتهد نصيب، ده مش كلام في الهواء الحقيقه، لان احنا في المباراه دي هدف بيتلغي، بترجع تعمل نتيجه كبيره جدا باداء مميز جدا في وقت قليل جدا، لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير جدا. انا كنت خالف التدريبات، الكل قلبه على قلب رجل واحد، الكل مفيش حد فارق معاه غير النادي الاهلي. بيمثل لك ايه واوضه اللبس كمان السر الكبير جدا للكابتن خالد بيبو كمدير كره بالنادي الاهلي، الحفاظ على الامر ده مهم وبيحتاج صعوبه كبيره جدا يا كابتن خالد. لا طبيعي جدا ان انت بتشتغل طبعا في النادي الاهلي، وموضوع يعني مش صغير، موضوع كبير جدا، فطبيعي جدا ان انت تبقى مع اي خساره بتلاقي الدنيا يعني كل ناس كتير قوي تبقى شمتانه في النادي وعايزه النادي الاهلي يقع وعايزه النادي في نجاح النادي الاهلي. انت خامس نهائي افريقيا، خامس نهائي على التوالي، فطبعا في ناس كتير قوي زعلانه، يعني في ناس ده ناس كتير قوي ده عامل لهم مشاكل وتعبهم جدا، فطبيعي جدا ان هو يبقى طول الوقت قاعد عمال يحفر وراك وعمال يدورك على مشكله ويعمل لك اي حاجه ان هي تبقى بتعكنن على الفرقه. احنا الدنيا بالنسبه لنا هاديه جدا، ما فيش اي مشكله. لعبت النادي الاهلي لعبه كبيره، مش ناظر مدرسه، انا يعني كنت لعب في النادي وعارف اوضه اللبس وعارف اجواء اوضه اللبس بتاعه النادي الاهلي، ولعبت مع ناس كبيره قوي واشتغلت مع ناس كبيره قوي، يعني مش عايز اذكر اسماء. اوضه اللبس بتاعتنا يعني محكومه لوحدها، مش محتاجه ناظر مدرسه ان هو يحكم اوضه اللبس. لعبت النادي الاهلي لعبه كبيره وعارفه وفاهمه امتى بيبقى فيه اللعيبه بتبقى ماسكه نفسها وامتى ازاي بتلم الاوضه، مفيش مشكله طبعا. انما تصدير المشكله وتصدير ان كل شويه ان مع او مع خساره يبقى الدنيا فكر، ده كلام مش يعني ما بيحصلش في النادي. احنا مش ضعفة للدرجه دي عشان مع اول ازمه واعيين ونخبط في بعض، لا ولا 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 محتاج ان انا اطلع اتكلم كل يوم واقول ده حصل وسوا. انا ما بسواش شغلي ولا بسوق للنادي الاهلي، احنا اكبر من كده بكتير.
احنا الشغل دايما بتاعنا هو اللي هو اللي موجود على الصوره. انما عادي ان بتخسر جيم طبعا بنزعل وبنتضايق وبيبقى في غضب والمباراه اللي وراها بنوصل نهائي افريقيا. فهو هي دي الكوره يعني. انما احنا لا بنخبي كور ولا بنرمي كور في عشان نكسب. لا اكسب في الملعب، عايز تكسب اكسب في الملعب. ده انا اتهاجمت اكتر من الناس اللي خبت الكور نفسها، انا مش عارف ليه. او ان احنا بنخش في قصص ملهاش لازمه، يعني الناس اللي خبت الكور نفسها ما تكلموش عليهم كده. طب اتكلموا عن الناس اللي خبت الكور، احنا يا جماعه الغلط بقى صح والصح بقى غلط. يعني عايزين نتكلم كلام منطقي. انما احنا ما عنديش مشكله، انا عندي هدوء، انا لعبت وسط الجماهير دي كلها وعارف يعني ايه تبقى محطوط تحت ضغط، وانا بشتغل تحت ضغط ولا عندي مشكله ولا الكلام ده يفرق معايا في اي وقت ولا وقت. فانا عايز اقول لهم ريحوا نفسكم، الكلام ده مش اثر معايا. انا شوت ضربه جزاء في نهائي افريقيا والاستاد كله كان متقفل، ما لقيتش ولا خفت. هخاف من شويه كلام من الناس انا عارف ان هم مصلحتها ايه. فانا اقول لهم ريحوا نفسكم، انا ما عنديش اي مشاكل خالص، وانا هشتغل في النادي الاهلي لاخر يوم في عمري، هشتغل في النادي الاهلي. لان ده جمهور، ده ليه فضل كبير عليا، ده جمهور، ده نمره واحد، هو اللي حطينا وهو اللي خلينا في المكان ده وهو اللي بيدافع عني في اي وقت من الاوقات. انا بشتغل بما يرضي الله ومش بتاع شو، مش هقعد كل شويه يعني ان انا اطلع واتكلم وادافع عن نفسي. وعايز اقول لك حاجه، احنا دي الاهلي نمره واحد، اللي يقدر يحصلني يبقى يتكلم عليا. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن خالد بيبو مدير الكره للنادي الاهلي، ومبروك الحقيقه الفوز الكبير والمميز في توقيت مهم جدا. زي ما قلنا مباراه كانت سيناريوهاتها يعني صعبه جدا. مستر كولر الحقيقه كان محضر بشكل كبير، لكن الاصرار الكبير والرغبه الكبيره وشخصيه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه اللي كان ليه كلمه سر النهارده هو سبب الفوز. كل الشكر والتقدير لكل لاعبي النادي الاهلي. خلاص يمكن في هذه اللحظات يمكن الترجي متقدم، ويمكن بنسبه كبيره جدا الترجي هو اللي هيوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. يكون تحضير جيد جدا ونقطه من اول الستارت، ونبدا بشكل كبير وبكل الجديه الكبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي وكل الجهاز الفني، تكون المباراه النهائيه لها حسابات كثيره جدا ولكل حدث حديث بمشيئه الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن خالد بيبو كان بيتكلم من قلبه، يعني قال كل، مش كله يعني، قال جزء من اللي هو كان عايز يقوله، ولكن اهم حاجه الفرحه، فرحه التاهل للنهائي. من ضمن الارقام في البطوله، نادي الاهلي هذا الموسم او هذه البطوله اقوى خط هجوم باحرازه 18 هدف في 12 مباراه. كذلك النادي الأهلي أقوى خط دفاع في البطولة باستقباله هدف واحد فقط في 12 مباراة. من ضمن الأرقام أيضا مصطفى شوبير للمباراة، الحمد لله رب العالمين بدون مقاطعة، كمل إن شاء الله لحد آخر ماتش بإذن الله. للمباراة 7 على التوالي شباك نظيفة، مصطفى شوبير المباراة 7 على التوالي في بطولة افريقيا شباك نظيفة. وشباك النادي الاهلي في 8 مباريات متتالية لم تستقبل اي اهداف. طيب نروح مرة تانية لزميلنا كريم احمد ونشوف لقاء مع محمود الزنفالي حارس مرمى النادي الاهلي. بنجدد التحيه لكل جمهورنا وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما بنقول الفوز مهم جدا الحقيقه، الرغبه الكبيره والاصرار اللي عند لعيبه النادي الاهلي والتحضير الجيد جدا اسعدنا واسعد كل جمهور النادي الاهلي. على هامش الفوز النهارده الحقيقه متواجد معانا حارس مرمى النادي الاهلي محمود الزنفلي، ومعاه طبعا بناته اللي هنتعرف عليهم في الاول وهنهنيهم برجلهم الاول. انا عايز اعرف عليك الاول، اسمك ايه؟ جنى. هنقول مبروك للنادي الاهلي النهارده، عملت انا شايفك بتشجعي في المدرج بشكل جامد قوي، قول لي عملت ايه في المدرج؟ بتشجع. حبي تقولي للعيبه الف مبروك. اسمك ايه؟ حدايده. عايزه تقولي ايه للعيبه النهارده والنادي الاهلي على الفوز؟ الف مبروك. الله عليك زنفولي، ببارك لك النهارده الحقيقه. بنشوفكم في التدريبات المجهود الكبير اللي بيبذل والتحضير الكبير من الجهاز الفني ومن اللعيبه، عندنا هدف هي الحصول للبطوله عشان اسعاد كل الجماهير. الاول عايز اكلمك على الجمهور، ما شفت 50,000 مشجع في استاد القاهره، انا عارف ان زنفولي اهلاوي اهلاوي اهلاوي، مثل لك ايه؟ لان الحاجات دي اكيد بتفرق معاك بشكل كبير. لا لا، الاول انا ببارك للعيبه ومجلس الاداره ولجمهور الاهلي الكبير. لا الجمهور حاجه تفرح ما شاء الله، حاجه كبيره، دايما الجمهور في ظهر اللعيبه في ظهر النادي. بصراحه وجود الجمهور بيدي دفعه للعيبه كبيره يعني،
وان شاء الله نقدر اللعيبه تفرحهم ونفرحهم ان شاء الله وناخد البطوله باذن الله. علاقه طيبه ورائعه جدا بين الزنفولي والشناوي وحمزه ومخلوف، كل الحقيقه الاسماء اللي انا اتكلمت فيها سر النجاح العلاقه الطيبه جدا. مين يكون موجود؟ مش مهم، اللي يكون موجود هو النادي الاهلي يكون في المقدمه. طبعا طبعا كلنا يعني كلنا بنساعد بعض وكلنا بنقف جنب بعض. الكابتن الشناوي حارس مصر الاول، ومصطفى شوبير ما شاء الله عليه، بهنيه على الاداء اللي هو ماشي بيه ما شاء الله، وان شاء الله يكمل على كده. وحمزه ومخلوف اخوات صغيرين، ربنا يكرمهم ان شاء الله، اتمنى لهم التوفيق. وده كله بيصب لمصلحه النادي الاهلي في الاول والاخر، وان شاء الله نحقق البطوله ونفرح الجمهور ان شاء الله. شوبير النهارده والضغط الكبير، انت عارف حراسه المرمى بتبقى تحت ضغط، وتحديدا مع جمهور النادي الاهلي بتتطلب منك تركيز كبير جدا. شفت النهارده شوبير ازاي في ادائه النهارده؟ لان اداؤه كان مميز جدا. لا طبعا شوبير حارس من الحراس الكبيره، وطبعا في الماتشات الحاسمه والصعود كده، الصعود للنهائي دايما الحارس لازم يركز طول ال 90 دقيقة لغاية مع صفارة الحكم، وربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله، وموفق دايما ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. بنشكر اكيد من جديد الزنفولي على طبعا على هذه التصريحات، وبناته طبعا كان متواجد كعاده لدعم للنادي الاهلي. هي دي الروح الكبيره اللي بنتكلم عليها. اللي مش متواجد طبعا عارفين ان الزنفولي مش مقيد، هو عمر كمال، لكن وجوده دي بتدي رساله كبيره جدا ان الكل لابد يكون مع بعض في هذه التوقيتات المهمه جدا اللي بتفرق الحقيقه مع كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير جدا، وزي ما بنقول لسه عندنا مباريات في بطوله الدوري العام، ونبدا نحضر بعد كده لنهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما قلنا من الواضح الترجي هو اللي هيكون متواجد كطرف مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله القادم، افضل لكل نجوم النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. من ضمن الارقام القياسيه النهارده يوم الارقام القياسيه، النادي الاهلي النهارده بيعادل رقم الترجي التونسي فيما يخص سلسله اللا هزيمه في دوري الابطال في الموسم. الترجي التونسي حقق الانجاز ده 3 مرات، اللي هو 20 مباراه بدون هزيمه، نسخ 2020 2019 2018، وكسر ساعتها رقم النادي الاهلي اللي هو 19 مباراه على يد كان مستر مانويل جوزيه. النادي الاهلي النهارده كمان بيعادل هذا الرقم، 20 مباراه بدون هزيمه. كابتن شريف، ارقام قياسيه كتير، يمكن انا عندي اوراق كتير لارقام قياسيه، ولكن خلينا نتكلم عن كلمه السر النهارده في مكسب النادي الاهلي، جمهوره العظيم. طبعا انا لما اتفرجت على شكل الاستاد حسيت بالامان، ما حسيتش بقلق. لا حتى والنادي الاهلي حتى بالتشكيل اللي لعبنا بيه ده، حتى بالغيابات. ما انا لازم اقول لك برضه احنا كسبنا، انا جمهور حتى بكل حاجه. طيب. حتى بعدم وجود فراوده، حتى بعدم وجود نص ملعب مش عارف، احنا كسبنا. كابتن شريف مبروك يا كابتن. ايمن انا بتكلم بلغه الناس، عشان الناس احنا والناس واحد، وبنقعد مع الناس كلها نفس جا. ما انا مش بقى بتكلم على حاجه، انا بقول لك لما تكلمني على الجمهور، لما الجمهور كان موجود بهذا الشكل حسينا بالامان، حسينا برده الفعل والشحن المعنوي اللي هتبقى موجوده في الملعب بالشكل ده. عندي واحد صاحبي واولاده راحوا الماتش، بيكلموني من الاستاد بيقولوا يا كابتن احنا قاعدين على السور، لا على السلالم، مفيش مكان، مش مكان صحيح، وده طفلتين واب يعني، ومبسوطين. ومهرجان، الحكايه حكايه مهرجان. او تعالى نتكلم بالجميل بقى، الاستاد وحش الناس، صحيح الناس وحشها تروح الاستاد، العائلات وحشها انها تكون موجوده في الاستاد. ادي الاستاد اهو اتعمر، والاستاد اهو بقى جميل، خدت بالك؟ تكمل على كده باذن الله، مفيش مباراه الاهلي بس، في جميع مباريات الدوري، في مباراه افريقيا، لا في حاجات بتحكمنا، وفي حاجه في ظروف احنا بتحكمنا ما بنتكلمش، ولكن احنا بنتمنى وبنحلم ان ما تبقاش في الفاينلز بس، ما تبقاش في المباريات المهمه بس. وعندنا ملاعب كتير قوي غير استاد القاهره، عندنا برج العرب بيستقبل وملعبه كويس دلوقتي، وعندنا اماكن كتير قوي تقدر تاخد مساحات كبيره قوي من الجماهير، والجماهير اتعودت خلاص، والجماهير حست بعد موضوع الفان اي دي والتذكرتي والحاجات دي ان كل حاجه بقت منظمه، كل حد كل واحد بقى عنده حدود في كل التصرفات وفي كل حاجه. انا رايح كمشاهد بس، كمشجع بس، رايح افرح، والحقيقه الفرحه كبيره النهارده الحمد لله. عقبال ما عمر الفرحه الاكبر بقى،
قبل ما نشوف الاستاد بقى وهو في مباراه الترجي باذن الله، وانت راجع من هناك كسبان 1-0 او متعادل 1-1 او كسبان 2-1، ها برضو ده حلم تاني، فهمت ازاي؟ انا بتمناه مع انها فرقه جامده قوي وانا قلقان منها وكل حاجه، انما ده الاحلام والتمنيات اللي انت بتحضر لها دلوقتي مع جماهيرك، مع الجهاز الفني بتاعك، مع الشحن المعنوي، مع عدم اي حاجه نيجاتيف نبعد عنها. خلينا في فلان ليه ما لعبش، فلان مش عارف ايه، هتلاقي فلان لعب الماتش الجاي، فهمتني؟ ممنوع من اللعيبه اللي هي ما لعبتش النهارده او ما كانش ليها اعتماد عليها رئيسي مثلا النهارده من اللعيبه الكبار بتوعنا، ها ما تبقاش ليهم علامه مش لا انتوا دوركم اللي جاي. انت اول ما فرقتي كلها اصاباتها بترجع وكل الحياه الطبيعيه بترجع، اللاعب نفسه بيفرض نفسه. لكن انت كمدير فني، عشان الناس بتتكلم على مصر كل يوم بيلعب بتشكيل مش عارف ايه وانا واحد منهم وغيري وغيري وغيري، ما هو غصب عنه، انت فهمت ازاي؟ يعني غصب عنه انه عنده ناس اصابات. انا ايه اللي يخلينا اتكل النهارده على اكرم توفيق؟ ايه اللي يخلينا ابقى بلعب بتوازن دفاعي كاونتر؟ انا بسميه كل اللاعبين النهارده رد فعل، يعني احنا بنلعب على ارضنا مع ان احنا عندنا استحواذ، ولكن تحس برضو اللعيبه الملعب وفي لعيبه ما بتلعبش كل يوم زي عبد القادر والناس دي كلها، ده بتاخد نص ساعه عايزه نفس الملعب، انت فاهمه السبرنتات القصيره دي والحاجات دي كويس، مش سهله على اللعيبه اللي هي بيبقى راجع من اصابات. النهارده امام عاشور مش عايز يكمل في واحده، لانه ممكن يخش ولو هو سليم على الغرب الاثنين ثلاثه ويبعت ويشوط، انما هو عايز يبعت، عايز يطلع سليم، وطلع سليم الحمد لله وعمل اسيست جميل. بص بقى الرؤيه بتاعت امام، ده الفرق بالكواليتي واللعيبه بقى، لعيب وشه لفوق سريع، كره كنترولنج تحت رجله شيء، وهو ماشي بيعمل التايمنج ازاي يدي الكره لاكرم اللي هتروح، او يدي الكره ناحيه الشمال، او علي معلول يروح عامل الكره لوسام. ووجود راس حربه دايما لما بنقول بيلعب مع اخر واحد، ها فاكر كنا بنتكلم في الشوط بين الشوطين، ففي علامات النهارده ايجابيه كبيره جدا، خلينا نمسك فيها ونمسك في النجاح ونمسك في كل حاجه نبني عليه. ونبني عليها اخواتنا كمان اللي هيرجعوا ان شاء الله يكملوا المسيره باذن الله بتاعت الفاينل والدوري. احنا بنلعب ب 300 روح يعني باذن الله. بس البطوله الاقرب دلوقتي هي البطوله اللي الناس بتتمناها ان شاء الله، البطوله رقم 12 باذن الله. سمراء دي يعني حبيبه جماهير النادي الاهلي وحبيبه الاهلي، ولما كنت بتكلم مع ناس النهارده ليها في الكاف والحاجات دي وانا في، بقول لهم مين مرشح الاول في الاربع فرق يعني، قالوا لي الاهلي. قلت لهم طب مين المرشح الثاني؟ قالوا لي مازيمبي وبعد كده الترجي. قلت لهم لا، انت قلت الترجي وبعدين مازيمبي. انا قلت الترجي صحيح. الاهلي لو ما يكسب ان شاء الله النهارده هيلعب مع الترجي في الفاينل، وهتبقى مباراه عربيه صرف على ملاعب كويس، ملعب صحيح. الترجي ملعب تحفه، رادس هنلعب في رادس مش كده؟ ملعب رادس ده هيتلعب عليه كوره، وكان لينا جولات وصولات ورجعنا بكؤوس من هناك قد كده يعني. صحيح. فهم فرقه محترمه، وباذن الله يكلل مجهود النادي الاهلي بال 12 باذن الله. ان شاء الله. كابتن اسامه، الاهلي والترجي كانوا بيدافعوا عن سمعه الكره العربيه وفضلوا مكملين، هل كنت تتوقع وصول الاهلي والترجي للنهائي؟ الاهلي كنت متوقع بنسبه كبيرة. كبيره يعني تكاد تعدي 90%. الترجي عشان سكته صن داونز، وخاصه بعد الماتش الاولاني انا اتفرجت عليه اللي كسبه ترجي 1-0، الموضوع كان متكافئ، بالعكس صن داونز كان مستحوذ فترات طويله وضاع منه اهداف، ترجي اهداف اللي ضاعت منه قليله جدا، قدر يستغل تمريره في العمق للمهاجم البرازيلي وجابها جون. هم منظمين جدا من الشكل الدفاعي، غيروا في بعض العناصر في وسط الملعب وفي الخط الامامي، فرقت كتير قوي يعني، عندهم لعيبه كويسين، في اتنين برازيليين جابوهم اللي هو المهاجم اللي جاب الجون الاولاني في الترجي والراجل اللي بيلعب تحت راس الحربه، طبعا في قدام زي محمد علي بن رمضان في نص الملعب، لاهوني، مرياح ورا، مرياح كمان يعني عندهم لعيبه، عندهم حارس مرمى جيد كمان، وحارس مرمى جيد، عندهم يعني خلطه بين العناصر القديمه والعناصر الجديده اللي اضافوها، اكتر اضافوا اكتر من
اضافوا اكتر من لاعب في وسط الملعب وفي الخط الامامي ظبطوا لهم شكل فرقه الترجي. يعني تحس ان فرقه الترجي ابتدت ترجع للشكل القديم اللي كان من 3 4 سنين. في فتره الترجي هبط لكن صحيح. دلوقتي تحس انه منظم جيد جدا. فالماتش الاولاني احنا طبعا ما شفناش الماتش الثاني، ان شاء الله نبقى نشوفه عشان الاستوديو يعني وكده. الماتش الاولاني كانوا منظمين جدا رغم ان هجماتهم كانت قليله، منظمين دفاعيا ايوه جدا، بس ملعبهم بصوره كبيره جدا. فانا اتفرجت على الماتش منظمين صحيح. جدا دفاعيا يعني كان سان داونز رغم انه يملك الاستحواذ يمكن اكثر فرقه بتستحوذ في افريقيا ما كانوش عارفين يوصلوا بسهوله، كانوا بيضايقوهم جدا. لما النتيجه انتهت 1-0 انا نفس الكلام قلت زي ما كابتن شريف بيقول، يعني الناس كانت بتسالني بقول لهم ممكن يكون فرقه سان داونز خطيره وممكن تكسب، لكن بعد مكسب الترجي ومعروف اسلوب الترجي لما بيكسب واحد قلت الموضوع هيبقى 50-50 قلت بكل امانه يعني. ولكن واحد وانت على ارضك وامام خصم صعب زي سان داونز برضه النتيجه مقلقه. ما انا قلت لك عشان كده 50-50 يعني لو ترجي لو سان داونز خارج كسبان هناك مغلوب 2-1 متعادل كنت هدي درجه لسان داونز اعلى. أيوة. يعني كنت اقول مثلا 70% سان داونز، بس الترجي هو كسبان 1-0 وانا شفت الماتش الاولاني التنظيم اللي كانوا بيلعبوا بيه والقفل الملعب والعناصر اللي جابوها جديد قلت الماتش في سان داونز مش هيبقى سهل. بص يا اسامه يعني اسامه المكسب المكسب ممكن. مكسب انت طبعا. كسبت السنه اللي فاتت هنا 2-1 ورحت عليك 1-1 هناك، انت المهم تكسب على ارضك، اهم حاجه انك تبقى رايح الماتش اللي بعده وانت متقدم. مظبوط، بس انا اقصد انت قصدك على الفاينل السنه اللي فاتت. فاينل فاكر احنا مكسبنا 2-1 قلنا ايه؟ هنجيب جون هناك وخلصت القصه. هو بيكلمنا على ماتش الترجي وسان داونز الاول. انا بتكلم انه لما الترجي كسب في ملعبه 1-0 الموضوع ما بقاش واضح ان سان داونز هيوصل، يعني الكلام ده كان قبل الماتش الاولاني، لكن بعد 1-0 للترجي الموضوع كان يعني ايكوال 50-50 يعني ممكن ينتهي زي ما حصل مع ترجي وصل وكسب 1-0 تاني. اكيد اكيد لما انا اتفرج على الماتش من غير ما اعرف هتلاقي استحواذ كتير قوي لسان داونز مش عارفين يجيبوا جون. مزبوط. هيبتدوا يتهوروا قدام نسبه الاستحواذ وصلت 73% تاني هيبتدوا يتهوروا في الجزء الامامي ممكن الترجي يخطف بقى بضربه ثابته بكوره. فعشان كده كنا بنقول 50-50 فكان سواء كنا هنقابل سان داونز كان ماتش هيبقى صعب لانه نهائي وهنقابل الترجي ماتش صعب، ولكن النادي الاهلي عنده القدره والكفاءه من اللاعبين انه يقدر يكسب وخاصه الحمد لله ابتدى اللعيبه تعود 1-1 يرجع زي امام زي حسين الشحات بيرسي تاو بقى له ماتشين قفشه لا في الناس انا بتكلم على المصابين اللي كانوا ابتدوا يرجعوا خلي شويه قدامنا لسه ساعه ونص لا انا بكلمك على انه المصابين راجعين انت جاي عليا انا ده بيتكلموا بالساعات راجعين 1-1 يعني فدي هتفرق كتير قوي مع الفرقه يعني اتمنى انه امام وحسين وبيرسي يرجع للمستوى الطبيعي بتاعه لانه دول عناصر مؤثره جدا في المباراه النهائيه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر في مجموع الماتشين يتعدى خطا عتبة الترجي او عقبة الترجي باذن الله رب العالمين وياخد البطوله ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب نروح مره ثانيه لملعب براء وزميلنا كريم احمد ولقاء مع وسام ابو علي. بجد تحية لكل جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه فوز مهم جدا زي ما قلنا مجهود كبير بوزل فني اداري تخطيط مستر كولر الحقيقه مجهود كبير واصرار لعيب النادي الاهلي لكن كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي منتظرين منه اكتر من كده كمان وسام ابو علي. زي ما بقول لك الف مبروك فوز مهم جدا على المستوى الشخصي قلت لك قبل كده تجتهد في التدريب بشكل كبير فرصه بتيجي ربنا بيوفق الحمد لله هتاف الجمهور الحقيقه اللي في الاول سواء وسام او بالروح بالدم زي ما بيقولوا في ديكا فلسطين على ما اعتقد الكلام ده في البدايه قبل المباراه بيزيد المشاعر الكبيره جدا. وسام مبروك النهارده الفوز فوز مهم جدا بالنسبه لك. الله يبارك فيك يسلم شكرا كتير. الحمد لله انا مبسوط قوي قوي انه كسبنا الماتش ووصلنا النهائي 5 سنين ورا بعض زي ما سمعت فده حاجه مهمه قوي وده بالنسبه لي للكرة عندي اكبر ماتش لعبته انا في التاريخ بحياتي بلعب ماتشات زي ده
فكان حاجة كويسة قوي لي، والحمد لله الحمد لله سجلنا هدف وكسبنا الماتش، ده أهم حاجة. سيناريوهات المباراة الحقيقة كانت صعبة جدا النهاردة، احنا زي ما بقول جايين من بعيد، هدف بيتلغي، بترجع تجيب ثلاث أهداف بالإصرار الكبير والشخصية المعروفة على النادي الأهلي، اللحظات دي مرت عليك إزاي وسام؟ مجرد إن هدف اتلغى جه في دماغك إيه؟ أنا النهاردة يعني ما كنتش كويس قوي لحالي في الماتش، بس خليت ضليتني أجري وأتعب للفرقة، يعني في الكورة كنتش كويس قوي، بس الحمد لله احنا كفرقه كنا كويسين، يعني نخترع فرص ونشتغل لبعض، وطبعا لما التغى جولين في يعني حياه جديده، حسينا اوكي بعدنا في الماتش وجبنا الحمد لله جبنا ثلاث جوال، يعني منعم كله بيعرف منعم في النهايه، وقبل النهايه بفي بالكورنر وعلي كروس كويس الي، واقول لك اكرم كان كويس قوي النهارده ورائع، يعني بيلعب بحياته وبقلبه من جوه، يعني الحمد لله على المكسب وان شاء الله النهايه. جمهور النادي الاهلي الحقيقه العظيم اللي كان ليه مردود كبير جدا النهارده، 50,000 مشجع في استاد القاهره، شفت الامر ده ازاي؟ هتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه. لا احساس زي كانه 100,000 بجد، يعني اول مره انا بلعب قدام جمهور هالقد، والحمد لله انه جمهور جامد واجمد جمهور انا شايفه بتاريخي وبحياتي، وكل ما اتصل على البيت على الدنمارك وعلى لبنان اكلم اهلي، بقول لهم يعني بكلمهم على الجمهور كيف هون بالاستاد، بس بريد لما اشوف الجمهور بالقاهره، لما اكون اطلع عم باكل اي حاجه الجمهور كله بحب، وانا بحبهم كمان قوي، يعني مبسوط كتير في القاهره، والحمد لله انه انا جيت اسجل جوال والعب ماتشات كبيره ان شاء الله، وده اللي عم يصير. اخيرا عندنا مباراه في الدوري، ولسه كمان عندنا بقى المباراه النهائيه، هنحضر لمباراه الدوري، لكن نهائي دوري ابطال افريقيا بيمثل ايه لوسام، لان خلاص الطرف الثاني بقى نادي الترجي. لا ده اهم حاجه دلوقتي، هلا وصلنا على الدوري ولازم نجيب نقاطات كتير في الدوري، احنا بنتكلم بالفرقه ومع الراجل انه الدوري اهم حاجه لنا، طبعا دلوقتي احنا يعني مش كسبانين ماتشات كتير، فلازم نكسب ماتشات الجاي ونخش على النهائي بطريقه كويسه كمان. الله يبارك فيك يا سام، شكرا الحمد لله. كل الشكر والتقدير لوسام ابو علي، ومن قبله الكابتن خالد بيبو ومحمود الزنفولي. الحقيقه تصريحات وسام مهمه جدا ورائعه جدا، بقلبه بيتكلم وبعقليته المميزه جدا ووعيه الكبير جدا، اهميه الجمهور نادي الاهلي وكيان الكبير، امور عديده جدا الحقيقه، عشان كده منتظرين من وسام كتير جدا الفتره الجايه مع كل جمهور النادي الاهلي. مبروك من جديد لجمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي مبروك من جديد، وتحيه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان ليه مفعول السحر النهارده في استاد القاهره. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. شفنا وسام ابو علي، وهو عمل مجهود كبير جدا النهارده، وجري كتير، وجري كمان بره ال 18 كتير، وكان في اوقات كتير جدا بيحاول يبقى محطه ويستلم الكوره ويطلع الجناحين، وكان بيروح على ال 18، بس للاسف كانت يعني الزياده العدديه في ال 18 ما خدمتوش قوي الشوط الاولاني، ولكن بصراحه جاب جول بتاع فعلا لعيب هداف. طبعا تمريره ولا اروع من علي معلول، عرضيه متقنه لوسام اللي اتعامل معاها بصوره جيده جدا كلاعب هداف، وحطها بطريقه يعني يصعب على اي حارس مرمى انه يمسكها. معانا الان الزميل العزيز محمد الباز لتحليل ارقام الفرقتين النهارده. نورنا يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن، مليون مبروك، وان شاء الله نبارك لبعض تاني في الفاينل. ده طبعا زي ما حضرتك قلت بالظبط، يعني الفاينل رقم 17 للنادي الاهلي. قبل المباراه ديت او قبل النسخه ديت كان الفاينل يعني الاهلي وصل طبعا 16 مره، زي ما احنا عارفين 11 مره بطل وخمس مرات وصيف. حضرتك قلت ان يعني في ارقام قياسيه كبيره جدا النهارده الاهلي بيحققها وبيضرب بيها ارقام كالعاده، يعني متساوي طبعا مع ريال مدريد خمس مرات فاينل بطوله قاريه على التوالي. عايز اقول لحضرتك مش بس رقم او تساوى يعني مع ريال مدريد عالميا، لكن الاهلي خمس مرات فاينل على التوالي ضرب رقم قياسي لنفسه، كان بيتساوى مع مازيمبي وفريق غانا اللي هو كونكاري الغانا ده كابتن، لان الفريقين دول وصلوا اربع مرات على التوالي قبل كده. يعني مازيمبي اللي احنا خرجناه النهارده وصل في الستينات اربع مرات ورا بعض فاينل،
وايضا فريق غاني زي ما قلنا وصل 4 مرات فاينل، وكان الاهلي وصل قبل كده 4 مرات فاينل على التوالي. يعني نفتكر كانت بدايه من طبعا يعني انا اعتقد 2005 2006 2007 2008 5 6 7 8 مظبوط 4 مرات على التوالي. النهارده احنا بقى وصلنا 5 مرات على التوالي، فضربنا رقم قياسي داخل القاره بالنسبه للتشامبيونز ليج افريقيا، فدي كلها ارقام قياسيه. 17 مره فاينل، احنا بنتكلم في 16 مره تاخدها 11 مره، يعني انت نسب الفوز بالبطوله 69% 70% من وصولك للفاينل. ده بالنادي الاهلي صحيح. ده اكبر رقم، اكبر نسبه مئويه يعني حصلت في تاريخ الانديه، يعني بنتكلم بالارقام ارقام تاريخيه. بالدليل ان صاحب المركز الثاني هو مازيمبي ونادي الزمالك خدوها 5 مرات بس. مظبوط، يعني صحيح. يعني في فرق كبير، في فجوه كبيره جدا، ولكن الاهلي في طريقه. انا عايز اتكلم ده ارقام تاريخيه. تعال نتكلم بقى على ارقام النسخه الحاليه، النسخه الافريقيه للتشامبيونز ليج لهذا العام. الاهلي اقوى خط هجوم دلوقتي، احنا كنا 9 اهداف النهارده 3 اهداف، وصلنا طبعا للهدف رقم 12 في البطوله. اقوى خط هجوم حتى الان، اقوى خط دفاع استقبل هدف واحد. بنتكلم طبعا على يعني كلين شيت. بتقول ان احنا وصلنا ل 18 هدف في البطوله مش كده؟ في البطوله بشكل عام، لان في طبعا 7 اهداف مع سان جورج، 4-0 و3-0 في العوده. فبنتكلم يعني بشكل عام من المجموعات وطبعا الادوار الاقصائيه بنتكلم فيها ال 12 هدف، ولكن لو هتكلم على الشامبيونز ليج هذا العام لا فعلا بنتكلم فيه 7 اهداف طبعا ما ننساهمش، بلس ال 12 هدف، يعني وصلنا ل 19 هدف هذا العام، اقوى خط هجوم. من ناحيه بقى الدفاع استقبلنا طبعا في البطوله كلها حتى بمباراتين سان جورج هدف واحد صحيح، بلا خساره حتى الان في الشامبيونز ليج. وعايز اقول لحضرتك ان الاهلي فاز في يعني في عام 2005 بالبطوله بلا هزيمه، ودي كده يعتبر ان شاء الله مع مباراه الترجي في الفاينل لو فزنا وحافظنا على هذا الانجاز هيكون دي تاني مره للنادي الاهلي يفوز بلا هزيمه بالشامبيونز ليج افريقيا. عملها قبل كده على فكره الترجي، يعني المنافس بتاعنا في الفاينل الترجي فاز بالبطوله دي 3 مرات بلا هزيمه. فده ارقامه كبيره برضه، اخرهم 2019. الترجي ارقامه كويسه برضه كده جدا، يعني 3 مرات بلا هزيمه الترجي، وده رقم قياسي للنادي الترجي بالمناسبه صحيح. فلازم ناخد بالنا ان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق هذا العام بلا هزيمه، بطوله بلا هزيمه، يبقى يعني زي 2005. فدي كلها ارقام للتاريخ. نتكلم مع كابتن ايمن من طبعا حتى مع مباراتين سان جورج والمجموعات والادوار الاقصائيه اللي بنتكلم طبعا يعني دخلنا في يعني بنتكلم احنا دلوقتي 10 مباريات و12 مباراه، بنتكلم في 11 مباراه كلين شيت، 11 مباراه كلين شيت واستقبلنا هدف واحد ولا هزيمه. لا ارقام من الناحيه الدفاعيه قويه جدا، بتظهر خط او يعني دفاع الاهلي قوي جدا. اتكلمنا طبعا 7 مباريات لمصطفى شوبيز زي ما حضراتكم عرضتهم، 27 يعني تصدي قبل هذه المباراه، والنهارده عنده تصدي واحد زي ما شفنا، يعني 28 تصدي. لا ارقام كلها قياسيه للنادي الاهلي. بالمناسبه الاهلي في البطوله 4 كور في العارضه، يعني بنتكلم كلها يعني ارقام كلها يعني بتشير ان الاهلي هو الاقوى في هذه النسخه الافريقيه قبل طبعا ان شاء الله المواجهه القادمه. ممكن نستعرض مع بعض يا كابتن ايمن ارقام المباراه ونشوف الاهلي ازاي قدر النهارده يحقق الفوز الكبير على فريق مازيمبي 3-0، استحواذ 57% مقابل 43%. النهارده كان بقى في اخطاء كتيره، في فاولات كتيره شفناها في ارضيه الملعب، 20 خطا ضد الاهلي 14 ضد مازيمبي، 8 ركنيات ومقابل 6 ركنيات. يعني عايز اقول لحضرتك كان في ركنيه واحده لمازيمبي في الشوط الاولاني وجت تقريبا في الدقيقه 37، يعني كان بعيد خالص عن التقدم والوصول لمرمى النادي الاهلي. تسلل النهارده يعني واحده وقع فيها النادي الاهلي 0 لمازيمبي. نكمل الارقام بقى ونشوف من ناحيه طبعا التسديدات ومن ناحيه يعني التمريرات. دخلنا بقى النهارده 16 تسديده منهم 10 اون تارجت على ال3 خشبات، وده يعتبر من اعلى الارقام يعني في المباريات كلها، ان انت تسدد 10 كرات او 10 تسديدات على المرمى دقه 63%. المازيمبي 11 تسديده منهم 2 بس على ال3 خشبات بدقه 18%. الفرص الكبيره المحققه هنا يعني لا مش الفرص بشكل عام، لان الفرص بشكل عام لا، الاهلي النهارده فيه يعني ما يقرب من 8 9 فرص يعني حقيقيه بس، ولكن الفرص اللي هي كان 99% يتم ترجمتهم وضاعوا كان فرصتين واضحين جدا.
وده بيترجم ان الاكس جي عند النادي الاهلي النهارده قد يصل لاربع اهداف، وقد يعني اعتقد كمان خمسه يعني. بالنسبه لمازيمبي قد يصل لهدف واحد. بالنسبه للتمريرات الصحيحه النهارده، التمريرات النهارده النادي الاهلي عمل تمريرات كويسه جدا مقارنه طبعا بالمباراه السابقه، كان عدد تمريرات 180 لو تفتكر يا كابتن ايمن، فكانت اقل رقم. النهارده لا، عملنا شويه، عملنا تمريرات كثيره جدا واستحوذنا 484 تمريره، منهم 382 تمريره صحيحه، يعني دقه تصل ل 79%. الناحيه الثانيه مازيمبي 358، منهم 249 تمريره صحيحه بدقه 70%. التمريرات الطوليه النهارده يعني مازيمبي لعب التمريرات الطوليه بشكل كثير جدا، 70 تمريره منهم 17 بشكل صحيح بدقه 24%. ولكن النهارده التمريرات الطويله عند النادي الاهلي كان بتشكل خطوره كبيره جدا، لان زي ما كنا بنتكلم على طريقه لعب مازيمبي كان عنده مشاكل كبيره جدا في خط الظهر، وبيسيب مساحات كبيره جدا ورا الاظهره. فكان النهارده لعب كبير جدا، تمريرات طوليه 60 تمريره، في منهم 24 بشكل صحيح بدقه 40%. نكمل الارقام النهارده يعني من ناحيه العرضيات، الكروسات عملوا 10 كروسات فقط، 6 بشكل صحيح 60%. وكل الكروسات اللي شفناها كابتن ايمن تقريبا شكلت خطوره عند مازيمبي، ودي نقطه قوه عندهم، وكان هما يعتبروا اقوى فريق في الكروسات والعرضيات في هذه النسخه. بالنسبه للنادي الاهلي 18 كروس النهارده، منهم 6 بشكل صحيح بدقه 33%. دريبلينج النهارده كان عالي جدا عند النادي الاهلي، وشفنا معظم لعيبتنا النهارده بتحط كرة تحت رجليها، وفي على الواحد في يعني في حاله الواحد على واحد، يعني عبد القادر شفناه في اكتر من مشهد، معلول ومعظم لعيبتنا حتى تاو 20 مره 11 بشكل صحيح بدقه 55%. الناحيه الثانيه مازيمبي 9 مرات، 4 منهم صحيحه بدقه 44%. تصديات حراس المرمى النهارده تصدي واحد بس شالو شوبير بالهواء بشكل صحيح او يمثل الخطوره، وتم احتسابه ان هو تصدي، وده التصدي يعتبر طبعا رقم 28 في اخر 7 مباريات بكلين شيت لمصطفى. 6 حارس مازيمبي. خسرت الكره النهارده او كسب الكره النهارده، خسرنا الكره النهارده 56 مره، ولكن استعدنا الكره النهارده 133 مره. النادي مازيمبي 38 خسرت الكره واستعادوا الكره وكسبوا الكره النهارده 130 مره. الاعتراضات وابعاد الكره، احنا عملنا اعتراضات 4 بشكل صحيح، وعملنا ابعاد للكره 29 مره، يعني ده رقم شويه بيدلل ان احنا كان ممكن في حاله ابعاد الكره كنا ممكن نبعدها بشكل يعني ما فيهوش الدقه، او يعني ان احنا فعلا نستحوذ على الكره ونكنترول الكره في خط الخلف. فكان معظم ابعاد الكره النهارده كان شكله كبير. النهارده عند الاهلي 29 مره، مازيمبي 12 مره، وعملوا اعتراضات 6 مرات، وكان 6 مرات كان فيهم هجمات خطيره جدا على مرمى مازيمبي. ده ارقام المباراه النهارده من الناحيه الفنيه اللي بتعكس طبعا الشكل العام للحالات او الشكل الفني زي ما حضراتكم وصفته بالظبط. احسن سكور النهارده واعلى سكور النهارده كان علي معلول واكرم توفيق. النهارده هنتكلم طبعا على علي معلول، 89 دقيقه تمريرات الحاسمه النهارده، 2 اسيست طبعا، 2 اسيست، وعمل لمس الكوره 71 مره، وعمل تمريرات 36 مره، منهم 27 تمريره صحيحه الدقه 75%. نكمل نشوف بقى الناحيه الهجوميه طبعا واضحه، 2 اسيست. وبنتكلم بقى على التمريرات المفتاحيه، انا اعتقد النهارده عمل 6، نكمل الارقام، 6 تمريرات مفتاحيه النهارده علي معلول، ده رقم كبير جدا. الناحيه الهجوميه كان ظاهر بشكل كويس جدا. العرضيات عمل 12 كروس، منهم 6 بشكل صحيح يعني نسبه 50%. عمل صناعه الفرص الكبيره زي ما قلنا 2، التدخلات الثنائيه النهارده 6 منهم 3 او كسب منهم 3. الالتحامات الهوائيه كان زيرو، لان هو ما كانش بيلتحم بشكل كبير من الناحيه الالتحامات الكرات العاليه يعني. دي ارقام علي معلول بالظبط تشبه ارقام اكرم توفيق، الفرق ان اكرم توفيق احرز هدف النهارده، ولكن في التدخلات الثنائيه كان اكرم هو الافضل، لان شفنا دور كبير جدا، عمل بلوك واستعاد الكره في اكثر من حاله النهارده شفناها، وانقذ هدف كان انقذ هدف مؤكد على خط المرمى مظبوط. فتساووا هما الاثنين في اعلى سكور في المباراه النهارده، ارقام كلها يعني تاريخيه. عايز اقول لحضرتك طبعا اخر اربع نسخ المجموعه الحاليه، يعني الشحات بنتكلم على تاو، بنتكلم على قفشه، كهربا، السوليه، محمد الشناوي، المجموعه دي يا كابتن يعني اربع يعني قلنا 5 مرات ورا بعض في فاينل افريقيا، فلازم برضو ندي اللعيبه دي حقها، عملت ارقام كبيره جدا. عارفين ان حسين الشحات هو هداف التاريخي للجيل الحالي، يعني وصل طبعا نتكلم في 18 هدف. عايز اقول لحضرتك 11 هدف منهم في اخر 4 نسخ. كهربا احرز 8 اهداف، تاو برضو احرز 8 اهداف، بنتكلم على اخر 4 نسخ السابقه. بنتكلم على قفشه 6 اهداف،
اللعيبه دي برضو كان ليها مساهمات كبيره جدا من الناحيه التهديفيه، وابرزهم طبعا حسين الشحات اللي يعتبر يعني الهداف التاريخي للجيل الحالي، يعني ارقام كلها يعني قياسيه. انا اعتقد مع الفاينل القادم اي واحد من اللعيبه دوت هيسجل هدف هيزود الغله ورصيده من الاهداف التاريخيه في الشامبيونز ليج. اخيرا كان في فرص كبيره جدا النهارده، واحنا عارفين على فكره الترجي بالمناسبه بيشبه شويه مازيمبي، عندهم مشاكل في التمركزات او الرقابه في الخط الظهر. الصوره ده كابتن ايمن في بدايه الشوط اتكررت اكتر من مره في الشوط الاول، اتكررت اكتر من مره في الشوط الثاني. كنا بنتكلم مع حضرتك وحضراتكم الكباتن وصفوا الشوط الماتش الذهاب ومازيمبي بشكل عام ان هو عندهم مشاكل كبيره جدا. مزبوط. في خط الدفاع خاصه طيب. خلف الاظهره اللي بيزيدوا اللي هو الراجل طبعا باك يمين والباك شمال عندهم. دايما كنا بنستخلص كوره، لو نفتكر مع بعض يا كابتن الماتش اللي فات اخت الفرصه ديت كانت اكرم توفيق استخلص الكوره برده في نص الملعب، سوري كان كوكا، واخذ الكوره وكان نفس الشكل ده كوبي بيست من مباراه الذهاب، كان ممكن تتلعب بشكل افضل. للاسف احنا الكوره دي ما اتلعبتش بالدقه العاليه وما كسبناش منها طبعا فرصه محققه، ولكن بس عايزين نوري الصوره كانت في خلف الدفاع وخط الدفاع عند مازيمبي عامل ازاي. نفس الكلام هنا، استخلاص الكوره الكاونتر بريسنج عند النادي الاهلي عالي جدا، وبيشوفنا طريقه الضغط اللي عملوها، ولكن احنا بنمتاز فيها اهو، استخلص الكوره استعادت الكوره الناحيه الثانيه برده ناحيه الشمال، كان في شوارع ناحيه اليمين كان ممكن يبقى في زياده اكتر من كده ونخلق زياده عدديه ونخلق فرصه محققه. انا بس الفرصتين استكفيت بيهم الحالتين دول، ولكن يعني لو عدينا النهارده فرص قد كده حالات كتير مسابقة. كتير جدا غير صحيح. الفرص اللي كانت جوه ال 18، ودايما انا يعني يعني بنضم الكابتن بلال في الحته اللي هي بنتكلم فيها فنيا، يعني لو نلعب في العمق والهاف سبيسز اكتر هنخلق فرص اكبر مع زياده العدديه داخل ال 18، عشان ده ماتش الترجي محتاج حاجه زي كده يا كابتن بلال، اكثر من الاعتماد على الاطراف والفتح من اطراف الكروسات اللي هي كتيره اللي بنشوفها بالارقام ما بتحققش الفرص الناجحه اللي ترجمتها الاهداف يعني. أيوة. ده شكل عام للمباراه، مليون مبروك وان شاء الله الفاينل الفاينل ان شاء الله فاينل طبعا العوده بتاعته في القاهره، يعني ان شاء الله ربنا نخلص هناك في تونس يا رب ونحتفل بالفاينل والبطوله الركب رقم ان شاء الله 12 للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا يا باز، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. طبعا زميل العزيز محمد الباز اتكلم عن الارقام النهارده، الارقام كلها في صالح النادي الاهلي، ولو ان احنا في بعض المباريات بنقول ايه الارقام لا تعني، مش لا تعني شيء، ولكن مش هي الاهم، ولكن الاهم المكسب، انما لما تكون ارقام ومكسب يبقى اكيد كان الاداء جيد نوعا ما، مكسب كبير يمكن في بعض الفترات، وده وضع طبيعي على فكره، بيبقى في تباين في الاداء، احيانا بتبقى حاسس ان الاداء بتاعك مش هو، وبعدين بتعلى في مع رتم المباراه في اوقات معينه، وبعدين الفرق الكبيره زي ما قالوا كباتننا تعرف تكسب حتى لو انت مش في افضل حالاتك، ولو ان الارقام في صالحك النهارده، ولكن حتى لو انت مش في افضل حالاتك بتعرف تكسب، ودي سمه الفرق الكبيره اللي منها النادي الاهلي، وشخصيه المكسب وشخصيه الفوز دي موجوده دايما عند لاعبي النادي الاهلي. وفي كمان السر او مفتاح مكسب النادي الاهلي في جميع البطولات وجميع المباريات، وهو جمهور النادي الاهلي العظيم. تعالوا نروح مره ثانيه لزميلنا كريم احمد ولقاء مع احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي. بجد التحية لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، زي ما بنقول فوز عظيم الحقيقه لكل لعيبه النادي الاهلي. احمد عبد القادر نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه اللي ببارك له النهارده، ومبارك لكل اللعيبه زي ما بنقول لكل مجتهد نصيب، الكل بيجتهد ربنا بيكرم الجميع الحمد لله. النهارده جمهور النادي الاهلي كان شيء عظيم، ربنا كرمك كمان النهارده احمد بمجهودك. المباراه الماضيه كان فيه اصرار كبير واخلاص، احمد عبد القادر لعيب كبير لكن الفرصه ما بتيجي الحمد لله ربنا بيوفقك. حابب تقول النهارده على المباراه وعلى الفوز الكبير جدا في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا؟ والله اولا الحمد لله انا ببارك للجمهور اللي كان موجود النهارده واللي ما قدرش يجي برده، ببارك لهم لان هم دول السند والدافع بتاعنا ان احنا نطلع اقصى حاجه عندنا. بشكرهم جدا وبقول لهم تاني مبروك، والحمد لله ان احنا قدرنا نصعد من سيمي فاينل عشان نبقى موجودين في النهائي. لسه البطوله ما خلصتش، لسه عندنا بنجدد دوافعنا، بنجدد ان احنا نبقى موجودين بصوره اكبر في النهائي ان شاء الله ونتوج بالبطوله. اما بالنسبه لمشاركتي زي ما انت عارف انا بقى لي فتره كبيره جدا بره المشاركات، اكتر من 6 شهور او 7 شهور تقريبا من عدم مشاركه سواء بقرار فني او اصابه. فالحمد لله الواحد لما رجع بيحاول يقول ان هو
موجود او بيحاول يطلع اقصى حاجه عنده، لان مش عايز الفتره اللي فاتت تتعوض تاني. فانا بحمد ربنا واتمنى الاستمراريه. يعني واحده من الاشياء المميزه جدا احمد هو التزامك وهدوءك وان انت بتتمرن فقط لغير. الفرصه جات لك الحمد لله، اثبتت ناس كتير جدا لا احمد عبد القادر قد الفرصه وقد ان هو يكون متواجد بشكل كبير جدا. الفتره اللي فاتت دي اشتغلت ازاي عشان توصل للمرحله دي؟ لا والله انا من زمان بشتغل، بس مش عارف يمكن الناس كانت مركزه بس معايا شويه ان عبد القادر مش ما بتمرنش، عبد القادر مش مركز. انا طول عمري كده، يمكن طلع شويه حاجات ما اعرفش طلعت منين او طلعوها بناء على ايه. بس انا زي ما قلت لك انا بشتغل في تمريني، بحاول اركز، لما الفرصه بتيجي بتحاول تمسك فيها لان هو ده اكل عيشك. يعني 5 نهايات على التوالي ده شيء كبير جدا وانجاز تاريخي للنادي الاهلي. كان عبد القادر كمان ان شاء الله يكون مشارك في المباراه النهائيه، بيمثل لك ايه وجمهور النادي الاهلي النهارده ده الحقيقه بيمثل لك ايه؟ لان كان مشهد رائع جدا ومميز جدا، هتاف كالعاده. بيمثل ايه لاحمد عبد القادر ابن مبنى النادي الاهلي؟ انا زي ما قلت لك انا ببارك لهم طبعا اول ناس، لان بجد لو من غير الناس دي ومن غير مساندتهم في الاستاد مش هنقدر نطلع كل حاجه عندنا، لان المسانده دي اللي بتخلينا هي الحافز بتاعنا من الاخر. لا لا لا، النهارده الاجواء كانت مختلفه. انا بقالي فتره زي ما قلت لك بعيد، لازم ادخل اجواء المباريات تاني وادخل ان انا ابقى الحماس ارجعه تاني، والحمد لله. يعني اتمنى بس ان انا اكمل على كده، اهم حاجه ان انا اكمل على كده بس اكون موجود يعني في الملعب ان شاء الله. اللي جاي شايفها ازاي مباراه النهائي؟ شايفها شايف مباراه النهائي يعني زيها زي قبل النهائي طبعا اكيد، ويمكن اهم كمان بكتير. احنا خلاص على بعد خطوه من التتويج ان شاء الله، فاتمنى ان اللعبة كلها تكون مركزه ولسه عندنا زي ما بقول لك في ماتشات في الدوري اهم ان احنا نركز فيها، ووقت ما يجي النهائي ان شاء الله اكيد كله هيفصل ان هو يبقى مركز في النهائي. واتمنى ان هي تبقى بطوله النادي الاهلي ان شاء الله. يعني حبيبي الله يخليك ربنا يبارك فيك. كل الشكر والتقدير والتحيه لاحمد عبد القادر وكل نجوم النادي الاهلي. الحقيقه اصرار كبير في كل مره نقول هذا الامر، مجهود كبير بذل والحمد لله رب العالمين. ربنا توج كل المجهودات الكبيره جدا بفوز النادي الاهلي النهارده بنتيجه كبيره على فريق مازيمبي في قبل نهائي ابطال افريقيا. النادي الاهلي خلاص في مباراه نهائيه، يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. واضح طبعا كابتن عادل الفرحه على نجوم النادي الاهلي النهارده، خصوصا النتيجه تعتبر نتيجه ثقيله. انت وصلت فاينل؟ طبعا وصل فاينل كمان للمره الخامسه على التوالي. ويمكن كان الباز اتكلم عن بعض الارقام، بس واضح ان في ارقام معينه دليل تاخد دليل من الارقام ديت، ان كان في بعض التعليمات مثلا من مستر كولر للعيبه بحته مثلا التمريرات الطوليه، مع انه ده مش سمه لعيبه النادي الاهلي، ولكن مستر كولر عشان درس الفرقه دي كويس اهتم جدا بحته ان هو اللعب في المساحات الفاضيه، واللي احنا شفناه كمان في المباراه الاولانيه وظهرت النهارده كمان في المباراه الثانيه اكتر من مره. اتكلم كمان على دور علي معلول النهارده الهجوم. خلينا اكلمك على دور علي معلول الهجومي. احنا تقريبا الشوط الثاني كله ما شفناش اي دور هجومي لهاني محمد هاني. ليه؟ هو مين اللي كان عند محمد هاني هناك؟ ده المهم بيرستاو. ايوه مظبوط، بيرستاو بيلعب عند محمد هاني كويس. بيرستاو ما بيرجعش يدافع الا رجوعه على مضض، يعني بيرجع قليل. فمحمد هاني لانه لازم يقف. الحاجه الثانيه ميل، دي تعليمات مدير فني اكيد. طبعا، ما انا بكلمك على حته ان المدير الفني بيقسم النسب المئويه ما بين اللاعبين. يعني انت مثلا تاو بيلعب ناحيه اليمين وهاني بيلعب ناحيه الشمال. ماشي. الطبيعي في كره القدم ان تاو يدافع 50% ويهاجم 50%. ده طبيعي ان اللعيبه في العالم كده دلوقتي. لكن دلوقتي تاو ممكن يعمل 70% مهاجم و30% يعكس محمد هاني، يبقى 70% دفاع و30% مهاجم. النسبه تبقى 100%، القط لازم 100 يدافع و100 يهاجم. انت فاهم؟ فانت بتعمل ايه؟ بتدي الواحد مهمه زي الطرف اليمين زي بيرستاو يشتغل 70%، ممكن يشتغل 80% ويبقى يدافع 20. تعكس النسبه دي مع المدافع بتاعه. ماشي، يدافع 80 و ما احنا لو بصينا الناحيه الثانيه هنلاقي نفس الموضوع. لا، خصوصا ان مصدر الخطوره كمان من فرقه مازيمبي الراجل نمره 2 اللي بيلعب بحريه كامله وهو كيتا. ناحيه اليمين ابراهيم كيتا. ابراهيم كيتا. وفي نفس الوقت اللي اقدر اقوله في الجزء ده كمان، ما هو احمد عبد القادر برضه يعني يغلب على لعبه الاداء الهجومي. هو ما بيدافعش كتير. تمام. ولكن يمكن ميل كوكا. أيوة. ناحيه الشمال
كان مدي الحريه والافضليه لعلي معلول ان هو يؤدي الدور الهجومي. هو تكامل جوه الملعب، المدرب بيعمل نسبه يعني بين اللعيبه في تكامل. يعني مثلا بمعنى ايه؟ بمعنى انت كتير قوي تلاقي مثلا اكرم النهارده لاعب هو وكوكا علشان عمرو السوليه يهاجم براحته. ايوه دي فكره عند مدرب، رغم ان انا لو كنت عاوز تعمل كده الاثنين يدافعوا قوي كنت لازم تكلم تلعب قفشه، يعني دي وجهه مثل. نظري عشان قفشه في الحته يعني مثلا السوليه ممكن يهاجم 60% ويدافع 40. طب خليني اسالك بسؤال بالمناسبه ديت، هو ايه وجهه نظر او فكره مستر كولر في الدفع بنفس الثلاثي بما فيهم عمرو السوليه، اكرم توفيق، احمد نبيل كوكا، وانت على ملعبك؟ بص المدربين السويسريين والنمساويين والالمان صفه واحده، يعني عندهم النمطيه شويه في حته التغييرات وحته انك بتكسب تلعب اللعيبه بتاعتك، يعني ما عندهمش حته التغير. بمعنى ايه؟ بدليل اديك دليل، مستر كولر بتاع 80 دقيقه ما يغيرش، تمام؟ قعد قد ايه على كده؟ يمكن عملها مره واحده بس ماتش الزمالك اللي غير بين الشوطين. تخيل ان لو عملت له احصائيه تبص تلاقيه ما غيرش من ساعه ما جه الا اضطراري بس بين الشوطين، الا ماتش الزمالك بس غير ثلاث لاعبين. دي سمات وصفات ناحيه تدريبيه عند مدارس معينه في كره القدم، المدرسه السويسريه كده اللي هي الانضباطيه قوي بالنسبه، او يعني عايز اقول لك ايه، ما بيغضبش بسرعه عشان تبقى عارف، يعني في مدربين يغضبوا بسرعه، يعني البرتغاليين مثلا زي مانويل جوزيه كان ممكن يغير اول خمس دقائق اول 10 دقائق اول ربع ساعه بيغضب بسرعه وبيصلح. انت فاهمني؟ وعنده الجراءه دي، لكن المدرسه الاخرى في التدريب يجي يقول لك ايه، لا انا خليني اصبر شويه، خليني اصبر باللعيبه شويه، خلي اللعيب ممكن. لا انا بتكلم على البدايه الاول. انا بتكلم على البدايه. انت كان ليك اسلوب وفكر معين في مباراه الذهاب، قدرت تطلع بنتيجه احنا قلنا انها نتيجه خادعه ماشي. ولكن لما جينا هنا انت مطالب انك تكسب، تمام؟ فاحنا توقعنا ان التغيير ممكن بنسبه كبيره هيبقى في خط النص. هو ليه اكرم توفيق لازم اديله احسن لعيب النهارده؟ انا لازم اديله احسن لعيب. الكره اللي طلعها من على خط المرمى، الكره اللي اتعملت، انت فاهمني؟ نقطه التحول. فاكر انا قلت لك لو كسبنا تحول كبير جدا. هو فكره كده، لا وعمل مجهود كبير جدا بس ما بص هو جاب جول في الاخر. هو خاف من الخطفه دي. دائما المباريات اللي زي دي اوعى التاريخ يذكر، هيقول لك اذكر ان انت لعبت فاينل عالي قوي تكتيكيا وعمل، لا 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 لا، التاريخ هيقول لك انت بطل صح. افريقيا وبطل. يعني لو تفتكر ماتش الوداد اللي احنا لعبناه الاخير، يعني خلينا نتكلم بمنطقيه، اول كورنر جالك في الدقيقه الكام؟ جه متاخر في الدقيقه 78. اول كورنر احنا جبنا الجون من الكورنر الثاني. ايوه الكورنر الاولاني اللي جالنا من ناحيه الشمال نفس اللعبه اللي الراجل طلعها، وكره منعم اللي منعم كابتن ايمن جاب فيها الكوره ده بعد الملعب ما وقف، بعد ما الملعب وقف ساعه الصواريخ والحاجات دي. فايه اللي بيحصل يا كابتن؟ اللي بيحصل انك انت طول الوقت المدارس كده، مدارس التدريبيه كده، مستر كولر قال لك اكسب النهارده. عمل ايه؟ لعب بثلاثه مدافعين. انا ما هتحسبنيش الا بعد المباراه. نتيجه ايوه اوعى بقى تقول لي مظبوط. اقول لك حاجه، انا بقول وجهه النظر. وبص يا كابتن اقول لك حاجه، المدرب الجيد لازم يبقى عنده عنصر اللقب يبقى جيد برضه. صحيح. طيب بما اننا بنتكلم على مستر كولر، تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي بعد المباراه ونشوف مستر كولر قال ايه. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir das Spiel 3-0 gewinnen konnten. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben ein fantastisches Spiel gemacht. Die Spieler, die meisten, ich habe einen Wechsel gemacht, aber die meisten haben das erste Spiel schon erlebt gegen eine starke Mannschaft, Massembe, die körperlich, physisch extrem viel Power hat, im ersten Spiel das auch gezeigt hat. Und ich wusste, dass sie das hier natürlich auch wieder versuchen werden. Das natürlich auch auf Rasen ist ein bisschen anders als auf Kunstrasen. Aber wir haben
unglaublich gekämpft, gefightet. Wir waren nah dran. Wir haben nicht viele Möglichkeiten zugelassen in der Defensive. Und ja, haben dann schlussendlich auch noch die Klasse gehabt, nach vorne mehr Power zu bringen und Tore zu schießen. Und ja, es ist ein unglaubliches Lob an die Mannschaft, die wirklich als Einheit aufgetreten ist und dementsprechend den Sieg verdient gehabt hat. سعداء جدا بان احنا كسبنا 3-0. مباراه كانت صعبه جدا، ما كانتش بسهوله اللي تبينها النتيجه. بدات اللعيبه عملت ماتش رائع جدا، عملنا ماتش كبير قوي النهارده. اللعيبه قتلت وحربت وعملت كل حاجه في الملعب النهارده. لعبت تقريبا بنفس التشكيل اللي ما عدا تغيير واحد عن ماتش الذهاب، عشان خاطر تبقى اللعيبه عارفه الاجواء. لعب ضد مازيمبي، عرفت الصعوبه بتاعتهم ان الماتش هيبقى بدني، فانت محتاج اللعيبه اللي تقدر انها تبقى مقدره القوه البدنيه بتاعه المنافس، وهو ده احنا توقعنا اللي هم هيعملوه، او الكره اللي هم بيلعبوها وهم لعبوها، اللي هي الكره اللي فيها خبط كتير وعنف وفيها قوه بدنيه كبيره. ولكن لعبتنا كانت على الموعد، وحرب وقتل في كل كوره، في كل لعبه ما سمحناش تقريبا بفرص كتير علينا خالص رغم قوه فريق مازيمبي، لكن كان عندنا من الكواليتي والكلاس العالي الحمد لله ان احنا قدام، ان احنا نخلق فرص كتير، ان احنا نقدر ان احنا نستغل فرصنا ونجيب 3 اهداف. سعيد جدا بالتاهل، سعيد باداء اللاعبين جدا النهارده الحمد لله، والتاهل للنهائي. اسئله؟ اتفضل. نهائي افريقيا بين الاهلي والترجي، من حارس الاهلي؟ الترجي شوبير ام شيرو؟ Ufo hat hervorragendes Turnier gemacht bis jetzt, dann haben 7 Clean Sheets, dann hat keine Tore bekommen, dann für 7 Spiele in Folge. Jetzt haben wir ein Finale in Tunesien gegen Esperance. Wer wird der Torhüter von El Ahli sein im Finale? Ja, bis jetzt ist Ufo hat alle Spiele gemacht, hat hervorragend gespielt, wir haben wenig Tore bekommen. Shenawi wird eigentlich erst am Montag oder morgen, am Montag ins Training einsteigen, ins Mannschaftstraining einsteigen. Und dann müssen wir schauen. Er war jetzt auch 3 Monate verletzt und das geht auch nicht so schnell. Also von daher müssen wir das zuerst anschauen und dann schauen wir, wer der Bessere ist. Ufa hat eine große Bedeutung und hat einen großen Erfolg. الشناوي لسه هيخش التمرين الفريق، التمرين الجماعي مع الفرقه يوم الاثنين الجاي، فاحنا لسه ما حدش عارف هيبقى لسه مدى جاهزيته. عندنا وقت لغايه النهائي ان احنا نشوف هل هيبقى جاهز، هل هيقدر، خصوصا ان هو غاب فتره طويله، غاب فتره 3 شهور، اكيد مش هيرجع بين يوم وليله مره واحده لنفس الجاهزيه، فهيحتاج وقت عشان يرجع ويجهز مره ثانيه. لغايه الوقت ده نقدر ان احنا نقرر ونشوف مين اللي هيقف. اتفضل. Gratulieren ja, für die Leistung und dann qualifizieren ins Finale. So, wir haben gesehen nach dem Spiel dann, wie eng die Beziehung zwischen Ihnen und die Fans ist. Was sagen Sie zu den Fans? Sie haben eine besondere Verhältnis oder Beziehung zu den Fans. Das Spiel war ja intensiv. Wir fast alle haben einen Herzinfarkt bekommen, dann als Mazembe ein Tor geschossen hat und wurde nicht gezählt. Erzählen Sie uns dann über Ihre Beziehung zu den Fans und was sagen Sie zu den Fans von Lange? Ja, ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn das Stadion voll ist und wenn die Fans da sind, weil es ist wirklich extrem laut. Und ja, und es ist natürlich nicht nur für mich eine Unterstützung, es ist für das ganze Team eine Unterstützung. Und wenn wir dann quasi wie den 12. Mann eigentlich hinter uns haben, weil sie uns so nach vorne pushen, und wir dann schlussendlich gemeinsam feiern können, dann ja, können wir in dem Sinne auch ein bisschen was zurückgeben. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie jedes Mal kommen. Ich wäre froh auch in der Meisterschaft, dass wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen würden und nicht nur in der Champions League. طبعا سعيد جدا، دايما ببقى سعيد جدا بوجود جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم فوق الوصف، الواحد اشتغل في حتت كتير ما شافش زي جمهور النادي الاهلي، فالواحد سعيد جدا بوجودهم، دعمهم لينا طول الوقت. دعمهم ما بقاش
ومساعد لي انا بس، ولكن كمان مساعد للاعبين، بيزق اللعيبه، وجودهم مهم جدا جدا في كل مباراه بيكونوا موجودين فيها. النهارده حسيت ان هم اللاعب ال12 جوه الملعب معانا، وفعلا ان هم كان ليهم نقطه تحول كبيره جدا ان هم ساعدونا ان احنا نكسب مباراه النهارده، ليهم فضل كبير. فعشان كده ببقى سعيد جدا دايما بوجودهم، نفسي يبقوا موجودين على طول. بتمنى كمان في ماتشات الدوري نلاقي حضور جماهيري اكبر من اللي بيحضر الفتره الاخرانيه، لان ده بيساعد اللعيبه كتير، بيزق اللعيبه، بيحسسهم بالدوافع والاهميه. عدم وجودهم بيحسسنا بان ممكن الجمهور بيدي رساله ان المباراه مش اقل اهميه. فاتمنى ان هم ياخدوا ماتشات الدوري بنفس الاهميه بتاعه ماتشات دوري الابطال. مبروك طبعا كوتش تاه كاتوليه غدا في فيفت فينال انفولجر. عندنا في بطوله الدوري خمس مباريات لازم الاهلي يكسب. ممكن نسال اسئله ليها علاقه بدوري الابطال لو سمحت؟ ما انا لسه مربوطه بدوري الابطال. هذا نفاول يوازن ما بين التحدي اللي في الدوري Die haben dann in der Meisterschaft noch fünf wichtige Spiele, dann um für das nächste Champions League zu qualifizieren. Wie werden Sie das dann hinkriegen mit finale Vorbereitung und auch die intensive Spiele dann in der Meisterschaft in nächster Zeit? Ja, so wie wir das jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren machen, dass wir jetzt uns freuen, dass wir dieses Finale erreicht haben. Aber dann natürlich auch wieder abschalten. Morgen geht schon wieder weiter. Wir schauen das Spiel nochmals an. Ich schaue das nochmals an und ich präsentiere das dem Team dann. Und dann gilt es, sich auf die Meisterschaft zu konzentrieren und da zu schauen, dass wir auch Siege holen. النهارده هننبسط ونفرح ونحتفل. بكره الصفحه اتقفلت خلاص، بنعمل بكره تحليل زي ما انا بعمل دايما، بعمل تحليل المباراه اللي قبلها. بكره هنقعد مع الفرقه اوري لهم مع بعض، نشوف مع بعض السلبيات والايجابيات بتاعه المباراه، نتعلم منها، نتحسن منها. وبعدين الصفحه اتقفلت بعد الاجتماع ده على طول، بكره نبدا تجهيز للدوري، وما بقاش في اي تركيز عندنا غير الدوري الفتره الجايه ان شاء الله. Gratulieren Sie nochmal dann. Und besonders dann die Reaktion nach dem Gegentor, was nicht gezählt ist. Was sagen Sie den Spielern, um ihre Leidenschaft, um ihre Motivation dann zu reaktivieren oder erneuern, wenn Al Ahly dann zum fünften Mal im Finale ist? Dass sie motivierter sind, dass sie weiter kämpfen, dass sie weitere Ziele haben dann und mehr Leidenschaft haben dann für. Was sagen Sie zu den Spielern? Also in solchen Situationen? Ja, also gut, jetzt natürlich allgemein Champions League und wenn das Stadion voll ist, da sind die Spieler natürlich, da will jeder auf dem Platz sein, da will jeder spielen und ist jeder motiviert. Aber speziell jetzt gegen diesen Gegner heute, der physisch sehr stark war, der schnell ist, die auch gut Fußball spielen können, muss ich da natürlich auch noch ein bisschen mehr Intensität verlangen, dass wir näher dran sind, dass wir gegenüber dem Hinspiel noch eine Stufe höher uns bewegen, das heißt in der Intensität der Zweikämpfe, im Spielen nach vorne mit der Präzision und dann auch mit der Konzentration in der Box drin, wenn wir die Abschlüsse haben. Und das hat dann schlussendlich über 90 Minuten geklappt. في الماتشات اللي زي دي طبعا وجود الجمهور وانت بتلعب في دوري الابطال وقبل النهائي الدوافع بتبقى مع اللعيبه كده كده موجوده، لكن ضد منافس قوي زي منافس النهارده كان لازم ان احنا كان لازم اكلم مع اللعيبه اكتر، ان انا اقول لهم ان احنا محتاجين نزود مقارنه بماتش الذهاب، لازم ندوس على نفسنا اكتر من كده، لازم نعلي نفسنا اكتر من كده، سواء في الالتحامات، سواء التحامات الثنائيه، سواء في القوه البدنيه، لان احنا بنلعب فريق بدنيا قوي جدا، عندهم سرعات كبيره جدا، فكان لازم ان احنا ندوس على نفسنا اكتر، لازم نعلي اكتر، لازم ان احنا يكون عندنا دقه اكتر في التمرير، عندنا استغلال الفرص احسن من ماتش الذهاب. اتكلمت مع لعيبه كتير الفتره الاخرانيه واللعيبه كانت على الموعد النهارده وقدمت ماتش كبير. اتفضل. Ich gratuliere dann. 20 Spiele in Folge ohne Niederlage. Wir hoffen dann 21. Verdient dann qualifiziert zum Finale. وكانت النهارده مصابك حسين او ادنى ان هي تسبب مشكله لحضرتك في هدف التقدم لحضرتك، اتعالج المشكله دي ازاي قبل فرق حضرتك؟
obwohl sie dann gut gespielt haben, verdient dann qualifiziert. Aber man hat dann Probleme gesehen, defensiv, besonders dann in den Standards. In den Standards defensiv hat man Schwächen gesehen, die waren alle ganz gefährlich dann gegen Ali. Vielleicht hätte Ali nicht qualifiziert wegen sowas. Im Derby gegen Zamalek hat man auch verloren wegen dann Standards. Wie werden Sie das Problem lösen dann bis zur Finale? Ja, das ist halt einfach so, dass dann, wenn das der Fall ist, und wir können das vorbereiten als Trainer. Wir brauchen aber natürlich auch die Spieler, die auf dem Platz Entscheidungen treffen, die Organisation auch weitergeben. Wir versuchen, die Zuteilung vorgängig zu machen, ist dann aber natürlich auch entscheidend, wenn der Gegner jemand auswechselt und ein anderer reinkommt, dass ich dann den übernehme. Und das ist... kann natürlich ein Problem sein, aber ich glaube jetzt, Massembe war auch extrem stark mit sehr viel Power, das haben wir im Hinspiel auch gesehen, dass sie damit, ist auch ihr Spiel, dass sie versuchen, Fouls rauszuholen, dass sie dann mit Standards ihre Qualität da mit dazu nehmen. Und das ist natürlich auch nicht in jedem Spiel so, aber grundsätzlich ist natürlich der Fall, dass man ja, nah am Mann sein muss, dass jeder seinen Gegenspieler hat und den muss er richtig verteidigen. Und da kann er nicht nur auf Distanz decken, sondern muss richtig nah an ihm dran sein und muss natürlich auch das Ziel haben, diesen Kopfball oder dieses Kopfballduell zu gewinnen. احنا بنتكلم في الموضوع ده وبنتمرن عليه وبنعمل تكتيك دفاعي في كل الضربات الثابته اللي علينا. احيانا بيبقى في جزء ليه علاقه بالتنفيذ من اللاعبين في ارض الملعب, بيبقى اللاعب واخد تعليمات, بالذات بتحصل المشكله دي مع التبديل لما لاعب بينزل ولاعب بيخرج, فبيبقى لازم ان في حد في الملعب بيكلم اللعيبه, في تواصل مين هيمسك مين ونمسك بعض طالما في تغييرات. بنحاول ان احنا نشتغل على الموضوع ده عشان خاطر ما يحصلش فيه مشاكل, لكن لازم برضو نقول ندي مازيمبي حقه ان مازيمبي اصلا في الحته دي قوي جدا. يعني هو مازيمبي مش يعني قليل جدا ما هنلاعب لعيبه او فرقه بتلعب الضربات الثابته بالشكل ده, لان هي دي كورتهم, هم اصلا طول الماتش بيدوروا عليها, هم عايزين يلعبوا دي لان عندهم طبعا باور, عندهم اطوال, عندهم قوه بدنيه كبيره جدا. لكن احنا بنتكلم دايما مع اللعيبه لازم ان انت تفضل قريب من المان بتاعك. احنا بنلعب مان, لازم تبقى قريب من المان بتاعك, ما تسيبش مسافه ان هو يتحرك قدامك. عمليه الاستلام والتسليم لازم تبقى تتم بشكل مظبوط. كل الحاجات دي بنتكلم فيها, بنتمنى ان احنا ان شاء الله تبقى افضل الفتره الجايه, واحنا بنعيد ونزيد كتير مع اللعيبه في النقطه دي. اخر سؤال لسه فاضل كتير غير في الانزيل فاينل. حضرتك كنت بتتابع الفرق اللي بتلعب في البطوله, ايه اللي اتغير في التوقيت السنه دي عن السنه اللي فاتت بالنسبه لك؟ وهل فوز الاهلي في اخر اربع ماتشات قدام الترجي الجديد ده افضليه نفسيه ومعنويه قدام الترجي؟ Wir spielen jetzt Finale gegen Esperance. Wir wissen schon, dass sie immer die Mannschaften dann in diesem Wettbewerb angeschaut haben. Sie schauen andere Spiele. Was ist der Unterschied zwischen Esperance dieses Jahr und letztes Jahr? Und El Ahli hat dann die letzten vier Spiele gegen Esperance gewonnen. Gibt das El Ahli psychisch dann einen Vorteil gegenüber von Esperance, dass El Ahli viermal gewonnen hat hintereinander? Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich für die Fans oder jetzt für die Journalisten so, dass man vielleicht dann denkt, dass das ein Vorteil sein kann. Aber ich habe jetzt Esperance noch kein Spiel gesehen aktuell. Die haben ja auch einen neuen Trainer, die haben neue Spieler dazu bekommen. Und ich werde mich jetzt dann die nächsten Wochen mit ihnen beschäftigen und dann schauen, was möglich ist oder wie es dann aussieht, aber ich kann jetzt noch keinen Bericht abgeben, wie sie spielen. Sie haben zweimal gegen Sundowns gewonnen, also sind sie sicher eine sehr starke Mannschaft, weil Sundowns ist auch ein Top-Team. Und ja, wir haben gewonnen, das ist aber natürlich auch schon vergangene Zeit wieder. Und dementsprechend wird das sicher zwei ganz andere Spiele geben, als wir in der Vergangenheit gespielt haben. يمكن موضوع الأفضلية النفسية ده مع الجمهور والإعلام, لكن على أرض الواقع ده بعيد تماما عن الواقع. احنا بنتكلم عن فرقة متغيرة تماما, عندها مدرب جديد, عندها لعيبة جديدة, أنا لسه ما اتفرجتش عليهم برضو بشكل مكثف, لكن هما مختلفين عن السنة اللي فاتت, ده باين من النتائج.
لكن لسه هاخد وقت عندي اسابيع الجايه هبقى متفرغ ان انا اتفرج عليهم اكتر اشوف الفرقه اكتر. لكن بالتاكيد ده ماتش مختلف تماما عن الاربع ماتشات اللي احنا لعبناهم قبل كده لان دفعت عليهم شهور طويله جدا الدنيا اتغيرت خالص. فريق كسب سان داونز اللي يعتبر فريق توب رايح جاي يبقى لازم تعرف ان هو فريق تقيل جدا وفريق كبير جدا وده ماتش نهائي هتبقى كل حاجه هتبقى متغيره خالص عن الماتشات اللي فاتت. فاحنا واخدين الموضوع بجديه وعارفين تماما الماتش مش هيبقى سهل خالص ده نهائي. لكن انا لسه ما اقدرش دلوقتي اتكلم لا على الترجي ولا اقول اي حاجه عن الترجي لان انا لسه ما شفتهمش بالشكل الكافي. مارسيل كولر كوتش اوف الاهلي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو دكتور. شكرا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. طبعا مستر كولر اتكلم باستفاضه عن مباراة النهاردة وسعادته بالمكسب وقال إيه للعيبة وكلم عن مصطفى شوبير وعودة الشناوي. هنتكلم على كل الكلام ده سريعا ولكن بيشرفنا الآن خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس الحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم. كابتن ناصر منورنا كابتن وألف مبروك. تحياتي كابتن أيمن وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. تحياتي لكابتن شريف فبنعم كابتن أسامة عرابي كابتن علي الرحمن وكابتن بلال. أهلا وسهلا بيك. ألف مبروك كابتن ايمن. الف مبروك للجمهور النهارده بصراحه حاجه تفرح النهارده الجمهور. اه صحيح كان له دور كبير جدا جدا وحاجه جميله جدا يا كابتن عادل نشوف الجمهور الكبير دوت النادي الاهلي في هذه المباراه. مبروك للجهاز الفني والاداري مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. اتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق البطوله اللي جايه يا كابتن شريف ونتمنى نشوف تحكيم في الفتره اللي جايه تحكيم عادل لان المباراه هتكون مباراه مهمه جدا يا كابتن ايمن. اعتقد هيبقى في طاقم تحكيم من شمال افريقيا في مباراه وهيبقى في طاقم تحكيم من افريقيا يعني انا بتوقع ان يكون في حد من الجزائر في مباراه من المباريات اللي جايه يا كابتن ايمن. نروح النهارده للمباراه مهمه جدا جدا واختبارات صعبه للحكم الكيني اللي ادار المباراه وكان عندنا على الفار ماريا ريفيت ماريا وكمان كان الحكم الجزائري كابتن شريف اعتقد النهارده هو ساعدها كتير. الجزائري النهارده حكم بيلعب ملعب كان هو الايفار معاها اعتقد النهارده الفار كان ليه دور كبير جدا يا كابتن عادل في صحيح. هذه المباراه ماريا ريفيت اتكلمنا عنها كتير يا كابتن ايمن يمكن عندنا مباراتين مباراه السوبر اتحاد العاصمه ومباراه السوبر الافريقي ومعانا الدوري اللي هو مباراه سان داونز كانت هي في المباراتين كانت هناك. انا شايف النهارده ان هي النهارده انقذت الحكم في قرار مهم جدا جدا وانا بقول بامانه لان زي ما قلنا احيانا بتبقى انت في الملعب كحكم في تفاصيل ما بتشوفهاش. خلينا نروح لاول حاله وهقول لك النهارده هي نجحت في ايه وكان في قرار لو كانت جابت الفار فيه كانت هتاخد امتياز النهارده كابتن ايمن. هذه الحاله اتكلم عليها بيتر كماكو الحكم الكيني هنا ما حدش ياخد باله من اللعبه دي يا كابتن شريف ابدا. واحنا قلنا هنا ايه وجود تقنيه الفار مهمه جدا مهمه جدا جدا في التفاصيل الصغيره دي كابتن ايمن. كره صعبه كابتن جدا على الحكم اه طبعا. وهنا انا بقول ماريا ريفيت النهارده انقذت الحكم قرار صحيح. المخالفه موجوده كابتن ايمن خلاص المخالفه هنا موجوده والايد موجوده واستفاد منها ولمسه يد واضحه جدا جدا لما راح الفار هو شاف اللعبه اقتنع ورجع احتسب المخالفه. قرار صحيح من الحكمه ماريا ريفيت قرار صحيح من الحكم الجزائري اللي هو كان معاها بيتر كماكو لما راح وشاف كابتن عادل رجع واقتنع ولغى الهدف. دي كان في الدقيقه 60 قرار مهم جدا وحاسم في هذه اللعبه. الحاله اللي جايه كابتن ايمن واحنا بنتكلم فيه الضرب الوجه الوجه قلنا كابتن عادل ده منطقه حساسه هنا لما بنشوف هذه الحاله في الملعب احنا جايبينها صور ولكن هنا عندنا ابراهيم اكيتا هنا ارتكب مخالفه الضرب من غير كوره في الوجه الكوره تحت والكوع هنا في الوش هنا كان يجب انا شايف من وجهه نظري دي بطاقه حمراء مباشره كان يجب على حكمه الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله. دايما بنقول يا كابتن ان ايمن هنا عندنا مصداقيه في التحليل الفني هذه اللعبه معيارها لابد ان يكون فيها بطاقه حمراء هنا ده بنقول هنا استخدام ده سلوك مش لعب صح ده سلوك في فرق بين اللعب كبير قوي اللعب تحت في الارض ولكن هنا لما انا استخدم المرفق او الكوع في الوجه والوجه ده منطقه حساسه كاشفه ما فيش متغطيه كان يجب هنا استدعاء الحكم في هذه الحاله. انا شايف ان ابراهيم كده يستحق البطاقه الحمراء في لعبه علي معلول. اللعبه اللي جايه بقى مهمه جدا ونشوف هنا كنا اتكلمنا على هذه الحاله المهمه كابتن عادل لو تذكر وقلنا لما عندما ينجح اللاعب في لعب الكره
عندما ينجح اللاعب في لعب الكره كابتن بلال وبقى يحصل فيه سقوط من اللاعب المعدوم. هنا لو نفتكر هنا اللعبه ديت رامي ربيعه كابتن شريف لمس الاول عمل ايه؟ لمس واخد القرار وراح نجح في لعب الكره. مزبوط. نجح تماما في لعب الكره وزي ما قلنا طالما انا نجحت في لعب الكره ثم بعد كده حصل ان لاعب نزل او سقط او انا وقعت عليه ده كله ملوش علاقه باللعبه الاولى. هنا امتياز انا بقول رامي ربيعه ان هنا حاله من الحالات اللي التميز للحكم خلى اللعب يستمر وده كان قرار صحيح من الحكم الكينة كابتن ايمن. عشان بس نقول للناس لما لاعب ينجح لعب الكره وبعدين ما بيرتكبش حركه اضافيه مع المدافع هنا كان يستمر اللعب وده كان قرار صحيح من الحكم. الحاله اللي بعد كده هنا مشكله الحكم الكينة كابتن شريف من البدايه احنا شايفين ان هو عنده مشاكل في قراءه اللعب في التوقع في التحرك. يعني انا بقول يعني هنا حكم دولي 41 سنه حكم كبير ليك خبرات ما كانش يجب انك انت تكون في هذا المكان. ليه؟ ليه يا كابتن عادل؟ دي تاني واحده يا كابتن في واحده في نص الملعب في واحده قبل كده بس انا جبت واحده منهم ابوك عايز يمرر وده ماشي جنبه ده بيضيع هدف على لاعب بالظبط يا كابتن عادل. انا بشوف النهارده لو هو مش في المكان ده هنا في باص راح لامام عاشور كان ممكن يتصرف بيه احسن من كده. شوف بقى المسافه الواضحه الكبيره دي كابتن الفاضيه دي كلها يا كابتن شريف شايفها؟ شايف يعني امام عاشور يستلم ويفكر براحته يا يعني يعمل باص للي جاي برستاو او يعمل مره واحده. اذا هنا فرصه واضحه جدا هنا الحكم اعاق اللعب وبالتالي هنا تمركز الحكم احنا قلنا دايما كابتن الحكام تساعد على تسهيل مهمه اللاعب. هنا اعتقد ان الحكم هنا اعاق امام عاشور. طب هو في سؤال هنا اتفضل. نفترض ان امام عاشور والكره جايه له والحكم كان قدامه كده وراح جاي امام زقه وخد الكره وشاط الكره في الجول استمر اللعب استمر اللعب عادي يعني انا ذنبي ايه؟ كان يعني لازم كان إيه؟ لازم امام يعمل كده. وامام طبعا يعني تصرف كويس. هو امام خد خطوتين وراح ولكن احنا بنتكلم على الخطا من اول كابتن خطا الحكم كابتن عادل. هنا خطا تحكيمي وهنا بنوضح لحكامنا كابتن اسامه عرابي كابتن بلال يا جماعه هنا المنطقه دي حاول دايما تبقى قاري الموقف قاري المشهد ابعد عن طرق اللعب ما تتدخلش في طرق اللعب. كابتن شريف حاجه بتضحك؟ لا لا انا انت بترجعني للكره اللي فضل بيجري جنب لاعب النادي الاهلي عايز يمرر الكره ناحيه الشمال وده ماشي جنبه اديني الاولانيه اللي في نص الملعب. احنا جبنا حاله بعد احنا كنا يعني جبنا حاله حن للعب تاني حاله للتمركز. الحاله بعد كده نشوفها هدف اسامه ابو علي وشوف هنا يعني هدف جميل جدا. انا بس جايب الهدف هو متغطي بتسلل وتمام ولكن انا بشوف هنا الحكم مساعد كان ارض ايضا كان متميز في هذه الحاله. هنا وسام استلم كويس قوي تعبت من علي معلول ممتاز هو استلم وعمل حاجه جميله جدا. الحركه اللي عملها دي يا كابتن ايمن هي اللي خلته تبقى الكره تروح وشايف الهدف هدف صحيح. اعتقد دي كانت اخر حاله معانا. التحكيم النهارده كان كويس مجمل بالفار بالحكم مفيش اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه. اتمناها ان شاء الله باذن الله نهائي يكون التحكيم على الاقل لا يقل عن مستوى هذا الحكم. تتوقع حكم من النخبه؟ لا انا اتوقع انا بقول يا كابتن هما ماتشين الترجي والاهلي او الاهلي والترجي هيبقى حكم من شمال افريقيا. يعني انا شايف ان ممكن مصطفى غربال ممكن مصطفى غربال يبقى بطاقم كامل كابتن اسامه يعني هو معاه طاقم تحكيم كامل من الجزائر وهيبقى معاه لحلو اللي هو بن براهم اللي هو الحكم النهارده اللي كان على الفار هيبقى طاقم تحكيم كله من الجزائر اعتقد ان شاء الله. والمباراه الثانيه ممكن هيبقى طاقم تحكيم من افريقيا ان شاء الله. اتمنى التوفيق باذن الله التحكيم يا كابتن شريف. مبروك للنادي الاهلي مبروك مبروك وان شاء الله باذن الله نبارك له على المباراه النهائيه يا كابتن ايمن. شكرا مبروك كابتن مبروك كابتن وشكرا كابتن شرفتنا وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن الله يخليك. طيب كابتن بلال نتكلم عن اسامه ابو علي. عجبك النهارده في بعض تحركاته. ما كانش فيه مساعده كافيه طبعا في الشوط الاولاني ولكن هو في المجمل جري كتير جدا، عمل مجهود كبير جدا. ولكن عايزك تكلمني على الجول اللي جابه اسامه النهارده. لا هدف طبعا يعني تمركز رائع. في يعني الهدف ده يجيب واحد بيعرف يجيب جول صح هداف يعني بالبلدي كده عشان ما نقعدش يعني صح. نغلف الموضوع لكن يعني بيجيب واحد يعرف يجيب جول. مزبوط. خد بالك الجول صعب مش سهل جدا. كره نط على الارض راحه سريعه المستوى العلو صعب شويه صح.
تمام. فانت التايمنج بتاعه والجامب اللي عمله والطيران اللي عمله وحط الكوره يا ريت لو معانا الحلقه والصوره بتاعت الهدف وسام ابو علي نشوفها معانا على الشاشه. اتفضل يا كابتن بلال. فطبعا الهدف محتاج تركيز جامد جدا يا كابتن. محتاج واحد مركز جدا، محتاج واحد يعني مقدر السرعه بالمسافه بالنطه بالعلو بتاع الكوره. لا الهدف صعب، مش يعني ممكن اي حد يقول لك اه ده جول حلو سهل. لا بص يا كابتن، بص لا انا عايزك تجيب لي الكوره من قبلها وعلي معلول بيحط رجله فيها. انا عايز اوري بس وسام ابو علي كان فين. اه طب بص وسام كان فين يا كابتن. مظبوط بره طمجر. اتفضل يا كابتن بلال. فتلعبت الكوره النطه بتاعتها مع السرعه الميه بتزحلق بتعلى الكوره، سرعتها صعبه شويه يا كابتن. سرعتها صعبه جدا جدا، خد بالك. وهو كمان اي يعني هي الجول ده ما يجيش غير بحاجتين، غير بطريقتين اسف، يا دي يا بدماغ. يا بالدماغ. اه يا دي يا بدماغ. صح، ما في ملهاش حاجه ثالثه. هيوقفها، هيحاول يلعبها بطن رجله، وهيحاول يعمل اي حاجه ثانيه فيها فلسفه مش هتخش جول. نكمل اللعب اهي. حتى كمان يا خد بالك وهي فيها برده توفيق غير عادي. يعني الكره اه حطها حلو صح، صح. مظبوطه. لا مظبوطه كمان، خد بالك. ما انت كمهاجم في الحاجات اللي زي دي انت بتروح بتحط الكره بالطريقه الصح. مظبوط تمام. بس انت مش ضامن 100% هي تيجي جول، فاهم قصدي؟ او مش ضامن 100% كمان هي تروح في زاويه صعبه زي ما انت عايز. فاهم. لكن انت بتعمل كل المحاولات الصحيحه والتوفيق وتاخد التايمنج المظبوط بتاعك وتعمل التراي بتاعك الصح وتحط بطن رجلك فيها. خد بالك هو ما حطش وش يعني ما حطش وش رجله فيها وما حطش كعب رجله فيها. تمام، هو عملها كده بالحته دي بس استقبلها كويس. صعب. عمل صعب جدا جدا هدف يعني صعب. جول صعب، هدف صعب، ما يجيبوش غير هداف. لازم واحد يعني متمرس في ال18. تمام صحيح. قابلته الحاجات دي كتير، واحد فايتر. خد بالك انا يعني انا الكره دي لو جاتي مش هلعبها كده، هتروح بتطير بدماغك. عاملها بدماغي. يعني انا عن نفسي فاهم قصدي. يعني انا لو الكره دي بتعدي من قدامي كده وانا طاير، لا هروح جاي بالظبط كده، هروح وانا بطير كده ومعاه بدماغي. صحيح. اضمن واسهل وامن والتحكم فيها هيبقى اسهل بكتير جدا. صح. هنا التحكم صعب دي جدا، صعبه جدا، التحكم صعب جدا يعني. عشان تطير خد بالك هو طار، هو ما لعبهاش كده واقف، ده هو طار برجله جسمه في الهواء. طب وجسمه في الهواء وفرد رجله جامد جدا وحطها يعني بالحته دي بتاعت لا بوش رجله ولا ببطن رجله. صعب. يعني ما بين في الحته دي وراحت في حته صعبه جدا، خد بالك يعني. صحيح. فيها توفيق غير طبيعي غير طبيعي. فبقول لك يعني في فراوده يعني يجازف اول مجازفه دي الفرقه الثانيه اللي كان حطها بدماغي. حطها بدماغي تبقى سهله وحلوه ولذيذه وتروح بالراحه وعلى مهلها. أهي. تخش في الجول بقى واحدد انا الزوايا بتاعتها، عايزها يمين يمين، عايزها شمال شمال. أهي. وبرده خد بالك مش تبقى سهله طبعًا. لان برده الكره جايه بتتزحلق ونط على الارض وطلع علي. يعني الهدف يبدو سهل، شكله سهل، لكن في تفاصيل طبعا. وهي وخد بالك وثلاث ارباع الاجوان كده، ثلاث ارباع انت بتبدو سهل لكن فيها تفاصيل كتير جدا جدا جدا. ازاي تحط وش رجلك؟ طب حط وش رجلك وبطنك. ويا كابتن بص خد بالك الاختيارات بتبقى في اقل في لحظات، مش في ثواني، في لحظات. انا يعني هلعبها ازاي؟ وخد بالك الماتش اللي فات لو تفتكر جات له واحده، فاهم؟ احنا قلنا ايه؟ انا قلت مش متوقعه، انت قلت متوقعه وبعدين حطها كده. المره دي صعبه جدا، ده صعب من الثانيه 100 مره. متوقعها مليار في الميه، ومتوقع طبعا ومن باصص لعلي ورايح متوقع ان علي هيحطها كده وهو رايح. طبعا بس القرار بتاعه صعب جدا يعني صعب. صح. يعني صعب قوي، صعب ان انا مثلا اعمل التراي ده كده اطير في الهواء واحطها. صعب قوي جدا. صح. يعني يعني فيها كميه توفيق غير عاديه، مع طبعا مع يعني محاولة جيدة جدا 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 ووفق مهارة طبعا. طبعا وفق وسام فيها بشكل كويس اكيد. فهدف الحقيقة رائع، الهدف شكل الهدف من اول اصلا حلو. صحيح. اتلعبت لل من امام لعلي، امام لعلي معلول. الاختيار بتاع امام هو ده الجول. هي. هو امام كان عنده ثرو باس الناحية الثانية في القلب. صح. بس الاختيار بتاعه لعلي معلول، وعلي معلول من غير بقى ما يروح ويدوس ويعمل يعني مع ان وسام بين اثنين مظبوط ومش مقري يعني مش ده. مش انت مش شايف بس بص علي حطها له فين؟ ما انا بقول لك قدامه على نفس دي الميزه بتاعت علي معلول. هو ما انا بقول لك وسام مش مقري يعني ايه، بس بخبره علي معلول عارف ان الكره دي بتبقى صعبه على المدافع. صح. سهله للمهاجم اللي رايح سهله للمهاجم. مظبوط. خلينا شكل الجول حلو بس عايز مهاجم. صح، احنا خلينا شكل الجول حلو بس صراحه الجول يستحق ان احنا نتكلم عليه. علي معلول كان بيلعب الكره دي لازارو في الماتش بتاع 10 مرات. ايوه
وأزارو كان يوفق أو لا يوفق، فكان يروح يقول له يا أنا بفضيك الكرة روح بفضيك الكرة على الجول على طول، وش الهدف؟ فين الهدف؟ وعلي معلول الحقيقة هو ده البلان بتاعه، دي الرؤية بتاعته، زي برضو ما اتكلمتوا على إمام عاشور، اتكلمتوا على الريجن بتاعته، رؤية ازاي بيوزع هنا أو بيوزع هنا، يعني ده سعر اللاعب نفسه اللي بيبقى صحيح موجود. طيب خليني اكلمك على نقطة مهمة من ضمن الكلام اللي قاله مستر كولر، طبعا هو اعرب عن سعادته بالفوز، قال ان هو اتكلم مع اللعيبة ان هم يلعبوا اكتر قوة شوية، لان لعيبة مازيمبي بتلعب بعنف وبتلعب بقوة زايدة عن حد شوية، فلازم نجاريهم في القوة، ما قالش عنف طبعا، قال لازم نجاريهم في القوة دي. اتكلم عن طبعا تألق لاعبي الفريق النهارده والمجهود الكبير اللي بذلوه، مكسب كبير طبعا، اتكلم عن فرحه هنفرح النهارده، وكالعاده او كعاده النادي الاهلي دائما هقول لحضرتك الماتشات اللي بعد كده هنطوي الصفحه دي بكره خلاص، ونبص للي جاي الاهم اللي جاي خلاص، الماتش ده بقى يعني في طي النسيان او ما نتكلمش عنه، اللي جاي تحضير للفاينل، لا لانه قال لك انا هقعد اتفرج على انا هروح اتفرج على الترجي واشوف ازاي الفرقه دي صحيح في ماتشين، لا في كذا ماتش هقول لكم عليهم، بس خلينا نروح يا كابتن شيف معلش، هنروح نشوف لقاء خاص مع مستر كولر وبعدين نرجع نكمل مع نجوم الكبار. كل التحية والتقدير لكل جمهور النادي الاهلي العظيم وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، فوز عظيم الحقيقه، مجهود كبير جدا، تحضير اداري وتحضير فني واصرار كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، بنبارك لمستر كولر، بنبارك للعيبه، لان الحقيقه النهارده كان جيم صعب، سيناريوهات كانت صعبه جدا، الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا النهارده في التخطيط سيناريو المباراه، جينا من بعيد جدا يا دكتور خالد، حابب يقول النهارده على الفوز وعلى الاداء المميز جدا لعيبه النادي الاهلي. حليت الماتش كويس خلاص، مش هقول حاجه. Ja, es war natürlich wichtig, dass wir gegenüber dem Hinspiel auch nochmals ein bisschen was zulegen, dass wir noch mehr Aggressivität haben, dass wir vor allem auch zu Hause mit der Unterstützung von unseren Fans dann das Spiel hervorragend gestaltet haben. Ne? Wir waren kurz dran, wir waren aggressiv, wir haben Möglichkeiten herausgespielt und ja, dann dementsprechend auch noch die Tore geschossen. Und zum Glück ja, wurde das 0-2-1 aberkannt und ja, hat uns dann nochmals wachgerüttelt und nochmals alles rausgeholt. كان مهم جدا ان احنا نكسب النهارده، طبعا كان مهم جدا ان احنا ندوس على نفسنا اكتر من ماتش الذهاب، ان احنا نادي احسن ماتش الذهاب، نكون اشرس اقوى، وده اللعيبه كلها بينته، كنا دايما قريبين من حامل الكوره، كنا شرسين جدا في الالتحامات الثنائيه، كنا بنلعب لقدام، بنحاول نستغل الفرص، خلقنا فرص كتير جدا النهارده، وقدرنا ان احنا بالامكانيات اللي عندنا ان احنا نستغل ده ونجيب اهداف. اعتقد ان كمان ما سمحناش بفرص كتير للمنافس، لكن اعتقد الهدف اللي ما اتحسبش ليهم كان زي ما يكون صفعه كده فوقتنا وديتنا زق قدام كده، كانت نقطه قويه جدا، فالحمد لله ان احنا تاهلنا والاداء كان هايل جدا من كل اللاعبين. رغم الفوز الكبير بنتيجه كبيره باداء مميز جدا، لكن عندنا مباريات في بطوله الدوري العام هيكون التركيز فيها بشكل كبير جدا، ثم المباراه النهائيه، كيف سيحضر مستر كولر للمرحله اللي جايه وتحديدا البطوله الاخيره؟ Wir haben dann jetzt eine Finale vor uns, aber dazwischen noch Meisterschaftsspiele. Wie werden Sie für die nächste Zeit dann das Ganze organisieren, managen mit den ganzen ja, intensive Spiele, die wir jetzt vorhaben? Ja, eigentlich so wie im letzten Jahr auch, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, dass wir jetzt, oder ich das Spiel heute Abend nochmals anschaue, dass wir das morgen noch mal miteinander besprechen und dann abhaken und dann kommt die Meisterschaft und dann müssen wir uns auch 100% darauf konzentrieren und schauen, dass wir gute, intensive Spiele bestreiten können und dementsprechend auch Siege einfahren können. زي ما بنعمل من السنه اللي فاتت، ماتش بماتش، اهم حاجه المباراه القادمه ان احنا نركز عليها. النهارده بالليل هقعد دلوقتي بعد ما نروح هقعد اشتغل على تحضير الماتش اللي احنا لسه لاعبينه، اتفرج على الماتش بشوف سلبياته وايجابياته، وبعدين بكره هعمل محاضره مع اللاعبين عن المباراه اللي خلصت، وبعد ما بنخلص المحاضره بنقفل الصفحه وبيبقى تركيزنا 100% على ماتشات الدوري، وبنمشي دايما ماتش بماتش عشان نبقى تركيزنا 100% في ماتشات الدوري لانها هتبقى مهمه جدا الفتره الجايه. ثانك يو فيري ماتش، جود لك.
كل الشكر والتقدير لمستر كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي الحقيقه على السيناريوهات المميزه جدا والتحضير الخاص بالنسبه للمباراه، وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه، لكن زي ما بنقول عندنا مرحله مهمه جدا، المباراه القادمه هي مباراه اسماعيلي باذن الله ان شاء الله يتوج النادي الاهلي بطوله الدوري ومن بعدها ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. ان شاء الله طبعا نتمنى مواصله المشوار في الدوري المحلي، وباذن الله رب العالمين تكون البطوله رقم 12 الافريقيه في دولاب النادي الاهلي باذن الله. كابتن شريف سريعا احنا ناقص لنا 5 دقايق بقى، كلمتك على اللي قاله مستر كولر، لكن خلينا اكلمك على نقطه هامه وتقول لي بعد كده رجل المباراه بسرعه. مش هتطلع فاضل تاني؟ لا مش هطلع تاني. اوكي. ماشي. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها سريعاً. عودة محمد الشناوي إضافة ولا تسبب مشكلة لمستر كولا؟ مشكلة إيه؟ خلاص ما شاء الله الفترة اللي الشناوي أصيب فيها عملت لنا نجم. حلو. بيل أنطوان النهاردة بيحط كرة من فوق راس الواد ده عادل. واو. بياخدها زي بيل أنطوان بيفكرنا. ورب يمسك. طب ايه الثقه دي؟ ايه الثبات الانفعالي ده؟ ده المكسب الكبير اللي حصل في اصابه الشناوي. يبقى الشناوي اضافه طبعا، عوده الشناوي اضافه. الشناوي بامكانياته بالتكنيك بتاعه كحارس مرمى يعتبر من احسن حراس مرمى موجوده في مصر يعني، ده بدون شك يعني. فجود لك بس يرجع، وانتوا عارفين ان الاصابات بتاعه الجوال وانه يرجع والتمرين صعب قوي. صحيح. فمش هيرجع بسهوله كده يعني فجأة كده يعني. إن شاء الله يرجع زي الأول. إن شاء الله مبروك إن هو رجع بيزنة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رجل مباراة اليوم. والله عندي زي ما أنتم بتتنقوا ثلاثة كده، في أكرم طبعًا الكرة اللي طلعها مع خط الجول دي بمثابة بطولة لوحدها. بيرستاو عجبني النهاردة في كذا انطلاقة كده وحط كرة لو دخل الجون كانت هتتحسب، كان شوطة كويسة قوي اللي هي ضربت في العارضة دي وقعت من إيده الجون واتزحلقت لو تفتكروها. وعندي علي معلول بقى. اللي هو الخبره والرؤيه والاسيست وكل حاجه. خلينا نديها لاكرم النهارده، اكرم توفيق. يبقى اكرم توفيق من وجهه نظر حضرتك ان هو نجم المباراه اليوم. طيب كابتن اسامه رجل مباراه اليوم. رجل مباراه ولا في سؤال؟ لا مفيش سؤال. عايز اتكلم. في اسئله. نفسي اتكلم. كابتن اسامه يا كفايه كلامك كابتن اسامه. ما شبعتش؟ رجل مباراه اليوم وتقول لي واحد بس. انت كاتب 60 تعليق. 60 تعليق. بص لا انا عامل زي الكابتن شريف ده نموذج لينا ده والمثل الاعلى طبعا في محمد عبد المنعم واكرم توفيق وعلي معلول دول الثلاثه طبعا ناس كتير بس يعني علي هم دول الثلاثه قاموا بجهد كبير وكان ليهم تاثير قوي في نتيجه اللقاء لكن انا هديها لعبد المنعم لانه محافظ على شكل الديفنس بشكل كويس واحرز الهدف الاولاني في توقيت كويس قوي ادى ثقه لفرقه النادي الاهلي يعني بعد الكره اللي جت في ايد المهاجم بتاعهم والهدف اللي هو ما احتسبش هو جاب هدف فدي يعني ادت ثقه ودفعه للنادي الاهلي يكسب فانا شايف ان محمد عبد المنعم رغم ان اكرم وعلي معلول عمل جهد كبير النهارده. كابتن عادل الرحمن رجل مباراه اليوم. يعني انا اكرم علشان الكره اللي طلعها من على خط الجون دي حاجه مهمه قوي، الحاجه الثانيه كمان الهدف اللي جابه. اكرم هو نجم وبذل مجهود كبير جدا لا وكمان بص يعني ودافع كويس والمباراه دي محتاجه حد زي اكرم كان في نص الملعب احيانا. اكرم هو نجم المباراه بالنسبه لي يعني. كابتن احمد بالله رجل مباراه اليوم. منعم رجل من وجهه نظري بدون اي شرح بدون كابتن بيحب يشرحه بس انا يعني ايه خير كلام ما قل ودال عبد المنعم هو راجل لا ما تفهمنا طب لا افضل واحد في المباراه النهارده طيب مفيش مس باص كتير يعني انت متفق مفيش مس باص كتير كل الكرات اللي فيها سرعات مشتركه هو بياخدها 2-2 كده مظبوط خد بالك انا مزبوط. هدف صعب عبد المنعم صعب جدا 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 هدف يعني طبعا اكرم عمل مباراه جيده لكن الهدف بتاع اكرم هدف استثنائي يعني لا الكره اللي طلعها من الخط كابتن بص ما هو انت بتلعب لعيب السله الرئيسيه بتاعته الدفاع لا الاكسترا بتاعته انه هاجم فاهم قصدي عبد المنعم عمل السمه الدفاعيه 10 على 10 جاب جول فاهم قصدي فبالتالي انا وجهه نظري الشخصيه يعني جاب جول هما الاثنين بالنسبه لي جايبين لكن انت بتسالني مين رقم واحد فبقول لك عبد المنعم النهارده الحقيقه من وجهه نظري افضل واحد في انا احسمها بقى
كده 2-2 بالنسبة لي في الحسم بقى. أنا أقول أكرم توفيق من وجهة نظري هو رجل مباراة اليوم. رجل طلع كرة من على خط جول أنقذ هدف، وفي نهاية المباراة وهو عمل مجهود كبير جدا جدا جدا، والأرقام جابت إنه إن علي معلول وأكرم توفيق أكتر ناس قطعوا كور، أكتر ناس استلموا كور، أكتر ناس جريوا في الملعب. من وجهة نظري أكرم توفيق رجل مباراة اليوم. بكده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ومازيمبي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الدوري للأندية أبطال الدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي فوز ساحق على مازيمبي بثلاثية نظيفة، وتأهله للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز لم يحققه سوى النادي الأهلي في بطولة أفريقيا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته ومستر كولر ولعيبة النادي الأهلي، والكلمة السر ومفتاح فوز النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي العظيم اللي مهما اتكلمنا عليه كفاية اللوحة اللي هو رسمها النهاردة جماهير النادي الأهلي وهي متواجدة في استاد القاهرة بتمثل رعب رعب، وبتدي ثقة كبيرة جدا 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 للعيبة النادي الأهلي، وده اللي شفناه النهاردة. كلمة السر النهاردة في تفوق النادي الأهلي هي جماهير النادي الأهلي العظيمة. ألف ألف مبروك لجماهير النادي العظيمة، وعقبال إن شاء الله الفاينل. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد النعم، شكرا يا كابتن وألف مبروك. مبروك كابتن ومبروك جماهير النادي الأهلي، وبقول لكم نورتوا البيت، وعقبال ما تنوروه وتشيلوا الكاس 12 باذن الله يا رب استاد القاهره يا رب مبروك. ان شاء الله كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا يا كابتن شرفتني. اتمنى ال 12 ان شاء الله وربنا يكرم يا رب. كابتن اسامه عرب، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا والحمد لله، وان شاء الله عقبال ال 12 ان شاء الله. كابتن بلال، شكرا يا كابتن، الف مبروك. ربنا يخليك كابتن ايمن، ومبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله موفقين باذن الله يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه تحياتي.